السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. معانا النهاردة مع دكتور رحاب رجب في المحاضرة الثالثة من محاضرات Pediatric Advanced Life Support. دكتور رحاب كانت بدأت معانا من فترة سلسلة محاضرات في البيدياتريك إميرجنسي، شرحت التروما على جزئين، وتؤكد دايما إن الجزء الثاني هو الجزء الأهم، البيدياتريك بول تروما نيورو بروتكشن فور تروماتيك برين انجري هو الأهم، وشرحت الأكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم من البيدياتريك على جزئين، الجزء الأول والتاني موجودين برضو، وتؤكد دايما إن الجزء التاني هو الأهم. ودخلنا في كورس بيدياتريك أدفانسد لايف سبورت على هيئة 10 انتراكتيف كيس سيناريوز ديسكشنز. أخدنا في أول حلقة 5 cases، وفي الحلقة الثانية خدنا 4 cases، والنهاردة إن شاء الله معادنا في الحلقة الأخيرة من كورس البلس على الكيس نمبر 10. كل المحاضرات السابقة هتلاقوها موجودة على قناة AUB يوتيوب. لو دخلنا على المتصفح بتاعنا كتاب www.youtube.com@AUB هتلاقوا قناة AUB يوتيوب. لو اخترنا بعد كده بلاي ليست هتلاقوا قوائم التشغيل فيها دكتور رحاب رجب الصعيدي بيكيو ولكتشرز، هتلاقوا كل المحاضرات موجودة هنا إن شاء الله. التروما بجزئيها نؤكد إن الجزء التاني هو الأهم، البيدياتريك يارد إس بجزئيه والجزء التاني بارت 2 هو الأهم، والبيدياتريك أدفانسد لايف سبورت بارت 1 بارت 2 والنهارده بارت 3 هيتضاف للقناه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. نذكر حضراتكم دكتور رحاب هي بيكيو كونسلتنت سينيور كلينيكال فيلو في كينجز كوليج هوسبيتال في انجلترا. طيب انا بس كنت بقول ان جزء السكند بارت of pediatric trauma ده كان شامل جزء كبير جدا جدا من الـ actual management of trauma cases، وإحنا بدأناه systematic، وأنا يعني نصيحتي إن هو يتشاف، لأن كل الناس كانت مهتمة بالـ first board ومش شايفة إن الـ second board اتشاف كويس. صوتي واطي؟ هحاول أعليه. أوكي طيب تمام. وكمان السكند بارت بتاع الامرجنسي، فاحنا لو شفنا السكند بارت اوف تروما والسكند بارت اوف امرجنسي، احنا كده مع الجزء ده هنكون تقريبا غطينا كل الامرجنسي كيسز. ده الكيس سيناريو نمبر 10، علشان احنا قلنا 9 كيس سيناريوز في الجزء الاول والتاني، فانا عايزه الفيرست فولنتير يبدا معايا. طيب في اتنين رافعين ايديهم. السلام عليكم، وعليكم السلام. ازي حضرتك دكتورة حابة؟ الحمد لله. وفاء، عرفينا بنفسك والبوزيشن بتاعك والمستشفى اللي بتشتغلي فيه. وفاء متولي، مساعد أخصائي عناية أطفال، مستشفى المحل العام. اهلا وسهلا. يعني بتشتغلي جوه العناية، بتنزلي حالات الطوارئ تشاركي في التروما كولز ولا ما بتنزليش في المستشفى اللي انت فيها؟ هي بتيجي من لي على الجراحة بس بيتعمل لنا كول معاهم، يعني يعني بتنزلي. بننزل تمام. بيجي لكم حالات تروما؟ بيجي حالات روما وبولي روما. أي الحالات التروما اللي بتجيلك انهي نوع من التروما؟ كار اكسيدنت من لي تمام، يعني ترافيك. اوكي ترافيك اكسيدنت. طيب تمام. النهارده يا وفاء احنا معانا
حالة جديدة من البيدياتريك تروما، وإن شاء الله تكوني موفقة فيها يا رب. عشان لو جالك سيميوليتنج كيس سيناريو. أول كيس سيناريو، يو ار اسكت تو ريفيو 6 مانث اولد بيبي هو brought to the emergency department by his mother due to irritability and inconsolable cry, poor feeding and vomiting for the last 6 hours after he fell from his cot. يعني هو كان على سريره ووقع، وقع وبعدين مامته بتقول inconsolable cry دي اللي هي بالمصري الولد على صرخة واحدة. وطبعا كلمة على صرخة واحدة بالعربي أو inconsolable cry بالإنجليزي هي بكل اللغات ليها differential diagnosis، معظمهم هتلاقيهم في سكة الجراحة. طيب وفاء، please start your assessment. نبدأ بالاي بي سيز. بالاي بي سي في حاجة قبل الاي بي سي يا وفاء اتفقنا عليها آخر مرتين، هي البيدياتريك اسسمنت تريانجل. وأنا بس في حاجة الاب عايزة، تمام أنا أول مرة قلت لكم إن البيدياتريك اسسمنت تريانجل اللي هو انيشيال امبريشن اللي هي هاندز اوف، ما حطيناش سماعة، ما حطيناش إيدينا، بنستخدم عينينا وودننا في أول 5 ل 10 ثواني. فبس في معلومة أنا عايزة أصححها، أنا أول محاضرة سمعتها قلت 10 دقايق، دي كانت بالغلط، دي زلة لسان. الـ first quick look هي 5 to 10 seconds زي ما أنا عاملة لكم هايلايت هنا. ف تمام وطبعا دول بيبقوا appearance، شايفوا شكله إيه، و breathing الباترن أو أي noises أنت سامعاها، وال color which is a reflection of circulation. تمام فابدأي يا وفاء. ابيرو بعدك. ابدا الاسسمنت بالابيرنس. He is very irritable and he is having an inconsolable cry and he has some eye twitching. تمام breathing He's breathing fast. circulation His color is pale. What's your impression? Does he need an immediate intervention؟ يعني نسيبه في الترياج اريا ولا نوديه الريسوسيتيشن روم؟ نودي resuscitation room. موف تو ذا ريسوس. وانهي كود هتعمل له اكتيفيشن في الحاله دي؟ critically ill child. الكود عندكم في المحله اسمه ايه في المستشفى، ولا بتشاوت فور هيلب؟ لا shout for help. شاوت فور هيلب، تمام. هتطلبي ايه من النيرس ان هي تحطه له في الريسوس روم؟ هنجيب الاكسجين ماسك، هنعمل 12 ليد، تركب الاوكسيمتر، تحط الليد بتاعت الاي سي جي. تمام، اوكي. تمام زي ما انت قلتي هو فعلا immediate intervention needed. انت عملتي shouting for help، ما عندكوش كود في المستشفى، مش مشكلة. و applying oxygen، احنا قلنا انهي نوع من الاكسجين يا وفاء نستخدمه في الطوارئ، من ناحية الـ هاي فلو، FIV من ناحية الـ flow. هاي فلو اوكسجين ماسك 100%. high flow، تمام. لو عندك high flow oxygen mask it's okay، عندك هاي فلو نيزل كانولا دي حاجه اوبتيمال. اف اي تمام او 2 كام احنا بندي للحالات الكريتيكال؟ 100%. 100%. وانت قلتي مظبوط، ابلاي بالس اوكسيمتر، كاردياك مونيتورنج، كمان احنا بن ابلاي الكاف فور بلاد بريشر مونيتورنج، مش كده؟ تمام تمام. طيب ايه النكست ستيب؟ احنا عملنا كل ده، نبدأ بقى ال ABC ABC DE. تمام، اللي هو اسمه primary assessment او primary surveil. طيب وفاء، airway، his airway is patent and there is no secretions. His تمام respiratory rate is 65. احنا قلنا الولد ده عمره قد ايه؟ 5 شهور أو 6 شهور. 6 months. Okay. His respiratory rate is 65. He has equal air entry. There is no added sounds. His saturation is 99% on 100% oxygen. شايفة أي مشكلة في الـ breathing؟ تكبنك تكيب، أوكي. تحبي تعملي أي حاجة غير الأكسجين at the moment؟ لا أوكي. طيب، سوري أنا هقفل اللي أنا عملته ده، مش عارفة هيتقفل ولا لأ. طيب circulatory wise، his heart rate is 70
and his blood pressure is 120 over 70. Mean arterial pressure is 85. He has palpable pulses, and his capillary refill time is brisk 1 second. What's your impression? Bradycardic Okay. hypertensive for age. Okay. What's your impression? إيه اللي يفسر؟ What is explaining bradycardia and hypertension in this patient initially؟ increased intracranial تاني كده يا وفاء، ما سمعتكيش. tension, maybe increased intracranial tension. Might be. Okay. نكمل الأسسمنت عشان نتأكد. إيه next step؟ ال disability. Disability. He has bulging anterior fontanelle, unequal pupils, sluggish reaction, and he's very agitated, and he has some eye twitching on one side, and his تمام glucose bedside glucose طيب was 85. تمام ده definitely فيه head trauma معاها increased intracranial tension يعني انت شخصتيه على انه high intracranial high pressure. intracranial تمام Okay. Next, exposure he has bruising on his right cheek زي ما انت شايفة في الصورة تمام كده، and he has a bruise on his ear left side, and he has some bruises on the right arm, and he's normothermic. نورموسيميك. وفاء، قولي لي what's your impression؟ في عندي تاكيبنيا براديكارديا هايبرتنشن ساينز اوف انكريزد انتراكرينيال بريشر تمام. تمام كده ده الايدنتيفيكيشن اللي معايا اوكي. انت عملتي الايدنتيفيكيشن، طب ما فيش حاجة تانية يا وفاء؟ الاي تويتشنج دي ايه؟ اي تويتشنج دي ممكن تكون convulsions في اي تويتشنج دي انهي نوع من السيجرز؟ ساتل ازاي ساتل وانا شايفاها؟ I twitches on one eye. أنهي نوع من السيجرز دي؟ فوكل فوكل. فوكل تمام. يبقى كده الكومبليت ايدنتيفيكيشن بتاعك ايه؟ تمام ساينس اوف انكريز انتراكرينيال بريشر وفي سيجرز فوكال سيجرز اوكي. هاي اي سي بي اند فوكل سيجرز. تمام. طيب وفاء، هنا انت وكل زمايلك هيشتركوا في الفيرست بول، وامير معانا طبعا هينزل لنا الفيرست بول. What do you think the underlying cause؟ انت هتقولي verbal وهم هيعملوا البول. فهل هو ال underlying cause يا وفاء falling from height؟ يعني هل اللي حصل له ده، الوقعة دي كان explain اللي انت شايفاه ده، ولا الولد ده عنده meningitis، ولا non accidental injury، ولا ممكن يكون عنده bleeding tendency هو اللي عمل precipitation لpossible traumatic brain injury؟ انت شايفه ايه؟ maybe from falling from height according يعني انت للage يعني شايفه اجابتك هي الاجابه نمبر 1، one مظبوط كده؟ حسب الage group ان هو 6 months وقع من على سريره، تمام فحصل له possible traumatic brain injury، وعلي له ال intracranial pressure وعامل له seizures. هل ده بالنسبه لك enough explanation؟ طب نشوف زمايلك قالوا ايه. اول واحد falling from height، زيك في ناس كاتبين اهو 41%، non accidental injury 45%، pleading tendency 13%، و only 1% قال ان هو meningitis. طيب تمام، نشوف الريزلت. يعني اوكي، يبقى يعني الريزلت ان هو 45% الماجورتي قالوا ان هو نون اكسيدنتال انجري. طيب نشوف الاجابه. الاجابه هي نون اكسيدنتال انجري، وهنشوف ليه. طيب وفاء، انا لسه معاكي، معاكي تمام ماشي ممكن تشيل الريزلت يا أمير علشان السلايد تبان. اوكي.
هي ظاهرة عندي أنا بس. طيب وفاء في ال ال معاك يا دكتور. احنا عندنا في البيدياتريك تروما الكونسبت بتاع to create first what kills first. ايه اكتر حاجة دلوقتي شغلاكي في الولد ده؟ اكتر حاجة life threatening. انت قلتي ان عنده حاجتين بس، في حاجة striking قوي ممكن تعمله مشكلة. increase intracranial pressure بالظبط، ممكن يعمله ايه بقى ممكن لو يعمل في، ممكن يبقى complicated by ايه لو ما تعالجش first. herniation. بالظبط، والهرنيشن ده يعني هي هي ممكن يضيع حياته. طيب adopted وبس يا أمير، عندي أنا البول لسه ظاهرة مش عارفة ليه. اعملي كلوز من اعلى الشاشه يا دكتوره، اعملي كلوز من اعلى الشاشه يا دكتوره. أنا مش عارفة أتحكم. طيب تمام أوكي. طيب وفاء، احنا دلوقتي عملنا انسيرشن لتو وايد بور كانيلس، وانا عايزه اسالك انت هتبداي ايه بالمانجمنت ميديكيشن في اللي انت شايفاه ده؟ كل حاجه هتتاخد سايد باي سايد. انا عندي تو كانيلس، ممكن ادي ادويه كتير. هل ادي الولد ده سيفتراكسون بلس لورازيبام، ولا ادي له 3% سلاين بلس لورازيبام، ولا اديله 3% سلاين بلس سيفتراكسون بلس لورازيبام، ولا اديله 3% سلاين بلس سيفتراكسون؟ 3% saline plus rizibam. دي اجابتك. طب نشوف زمايلك. يعني الماجوريتي بيقولوا هندي 3% سلاين لورازيبام، وفي طب تمام، في ناس كاتبين هندي كل حاجة سلاين سيفتراكسون لورازيبان. ده أكتر إجابتين. طيب أنا هتناقش معاكي يا وفاء لغاية ما الإجابات تكمل. أنت اخترتي إيه؟ 3% saline plus lorazepam. طب ليه ما اديتيش سيفتراكسون يا وفاء؟ ما عنديش أي ساين إنها septic shock أو إن في signs of infection. طيب هو لما الحاله بتيجي بهاي اي سي بي وبالجينج فونتانيل 6 مانثس، هي مش ممكن يكون في الديفرنشال دايجنوستس من انجايتس؟ انت ايه اللي خلاكي تعملي لها اكسكلوجن؟ مفيش فيفر. بس انت عملتي لامبر بانكشر؟ لامبو بانشو ما بتعملش ات ذا سي، يعني مش انديكيتد على طفل كده. اخدتي ديتيلد هيستوري فروم ذا ماذر؟ لا البريف هيستوري اللي هي اديته هي ما ادتش حاجة، احنا لسه ما اتكلمناش مع الأم خالص. يعني هو بس بول. احنا يعني احنا شفنا الولد كريتيكالي ايل، اخدناه وعملنا له ريسوسيتيشن. الهيستوري ده في انهي مرحلة؟ مش في السكندري سيرفي؟ احنا لسه بدأنا سكندري سيرفي. طيب بعتنا اي بلود ريزولتس؟ شفنا السي ار بي؟ شفنا اي باك جراوند؟ لا طيب يبقى ليه عملت لها اكسكلوجن؟ هي مش لسه ديفرنشال دياجنوز حتى لو هو اقل حاجه. تمام. طيب يبقى لغايه ما ترول اوت ان في سي ان اس انفكشن ندي سيفتراكسون، ولا انت خسرانه ايه انك تدي سيفتراكسون؟ دي الفيرست دوز تمام. اوكي، زي ما عملنا في السيبتيك شوك. طيب دي اخر ريزلت، اخر ريزلت للاسف كانت سلاين لورازيبام. طبعا ال 3% سلاين هي اجابه صح، واللورازيبام علشان في سيجرز واحنا مش عارفين من امتى حتى لو فوكت، والام بتقول ان هو الريتبل كده بقاله 6 ساعات، فوارد جدا ان الفوكل ده يكون بقاله 6 ساعات، فاللورازيبام اجابه صح، وال 3% هو اهم ميديكيشن. بس انا عايزه اقول لكم ان الحاجه المهمه ان احنا مش هنخسر حاجه لما ندي تحت في الطوارئ سيفتراكسون لبيشنت احنا ما عملناش اكسكلوجن لانفكشن اليمنت. احنا قلنا ان الموست بروبل كلينيكال دايجنوسيس هو النون اكسيدنتال انجري، بس احنا لسه في مرحله الانفستيجيشن. كمان انتوا على فكره في السلايد اللي فاتت ما قلتوش نون اكسيدنتال، قلت له فولينج فروم هايت.
فالإجابة الصح هي 3% saline ceftriaxone lorazepam لغاية ما نوصل لفول diagnosis. ساعتها نقرر إن إحنا نوقف الأنتيبيوتيك. طيب السلايد اللي بعدها، إحنا دلوقتي في السكندري أسسمنت، تحبي تسألي الأم على أي وفاة؟ اخد منها السامبل هيستوري، تمام. السامبل ده بيتكون من إيه؟ السيمتومز، سيمبتومز، الولد عنده بور فيدنج، فوميتنج، وعنده فيري irritability في اللاست 6 اورز. اني دروج الرجيز، نو allergies. لاست ميل، لاست ميل كانت 6 اورز ago. any previous illness or disease، previously fit and well. اخر حاجه اللي هي الايفنتس، مش كده؟ تمام اللي بنص اوت. لا. الولد ده developed severe irritability after he fell down from his cot this morning. تمام. تمام مفيش حاجه جديده في الهيستوري. ايه تمام الخطوه اللي بعدها هتعمليها؟ اعمل secondary assessment تاني، السكندري اسسمنت ده عباره عن ايه؟ بتكون من ايه؟ هشيك الفيتال ساينز وشيك الريسبونس اللي انا عملته مع البرايمري اسيسمنت. اللي هو vital signs plus from head to toe assessment، زماني مظبوط كده؟ طيب ال vital signs بتاعته، بس عايزة أقفل ال poll دي، مش عارفة ليه ظهر عندي، أنا مش شايفاه. الإكس اللي عندي تحت ال اه عندي تحت. طيب لحظة واحدة، معلش سوري، لحظة واحدة هكون معاكم. انا عارفه ان هي ظاهره، وهي ظاهره قدامي انا على الموبايل بتاعي، فانا بحاول اشوفها على موبايلي، بس شكلي ضيعتها من على موبايلي كمان. طيب الريبيت فايتال ساينز بعد ما ادينا الحاجات دي، هارت ريت از 100، بلاد بريشر از 100 اوفر 70، ساتوريشن از 99. انا مش عارفه ال اه تمام خلاص. انا اوكي. فهو دلوقتي الريبيت فايتال ساينز يا وفاء، تمام الكلام ده افتر ذا 3% سلاين واللورازيبام اللي انت جبتيه، اللي انت اديتيه، والسيفتراكسون. هارت ريت طبعا السيفتراكسون مش هيبان له اثر دلوقتي، لكن احنا مينلي بنأسس الايفكت اوف ذا 3% اند اللورازيبام. فالايفكت هارت ريت از 100، بلاد بريشر از 100 اوفر 70، ده انديكيشن لايه؟ هو اتحسن بعد ال حسن من ناحيه يعني 3% بدأ يقلل الاي سي بي، ساتوريشن 99، نورمال تمبريتشر، ريسبيراتوري ريت از 55، هيد ستيل بلجنج فونتانيل بات سوفت، ايز ستيل تويتشنج، ايرز هي هاز اير بروسز، تشيكس هي هاز سلاب ماركس، هارت اند لانجز نو ميرمر، كلير كابيلاري فيل 1 سكند، ابدومين ذير از نو بالبابل ليفر، and extremities he has bruising on his right arm, normal back, neurologically he's agitated, he has now jerky movement,
on his left upper and the lower limb. What's your impression at this point? في signs of child abuse. اوكي، بس ايه المشكلة اللي دلوقتي حاصلة؟ Still there is signs of increased intracranial pressure. لا، ده اتحسن. في حاجة تانية، الولد ده عنده still twitching وعنده jerky movement of Still convulsing. يعني still seizing. اوكي، فلكن الانتراكرينيال بريشر واضح انه اتحسن، لكن السيجرز ما اتحسنتش. في الحالة دي انا هو still convulsing، هديله تراتام، هتديله ايه؟ ليفيتراسيتام وان شوت، هندي شوطين وبعدين ممكن نبدا اللودنج، ندي شوت تدي كمان. السكند تمام، دوز لورازيبام اند ستيل كونفالسنج، هتدي ايه بقى الوقتي؟ التراتام اللي هو اسمه ليفي تيراسيتام. تمام، هو تيراتام ده جينيريك نيم ولا تريد نيم؟ لا ده جينيريك نيم. انا بتهيألي ان هو ليفي تيراسيتام، انا مش واثقه ان في حاجه شبهه، بس هو لا الجينيريك اللي هو الكيبرا. سيتام. تمام، اللي هو الكيبرا. اوكي، ابره طيب احنا هندي لودنج، احنا ادينا لودنج كبرى. كام اللودنج كبرى فكريني كده؟ 20 مللي بير كي جي. مش 40 يعني؟ عندنا بولس الجوريزم، مش كده؟ قلنا المرة اللي فاتت تمام، ابدا ب 40. تمام، هو انا قلت انا ممكن مالك ابدا ادينا بادي ال 40 على طول. تمام، اوكي. ملي جرام بر كيلو اوفر هاو ميني مينتس؟ 5 minutes. 5 مينتس. تمام، فاحنا ادينا تو لوز لودد تو دوزز اوف لورازيبام ستيل كونفالسنج، ادينا 1 دوز اوف لودنج ليفي تيراسيتام اند نو مور سيجرز. واتس يور تمام، نيكست ستيب؟ اوردر هيد سي تي. اوكي، بول نمبر 3 وزمايلك هيشاركوا الموست ايرجنت انفستيجيشن ات ذيس بوينت، هل هي ترانسكرينيال الترا ساوند، ام ار اي هيد، ولا هيد سي تي؟ طيب معظم الناس كاتبين هيد سي تي وفي ناس كاتبين ترانسكرينيال الترا ساوند. طيب بيتهيألي كده خلصنا. اوكي، فالريزلت طبعا انتوا معظمكم كتب هيت سي تي، طبعا هي الموست ايرجنت وهي اكتر حاجه سبيسيفيك. مشكله الترانسكرينيال الترا ساوند بالرغم من اننا بنعتمد على الالترا ساوند في حالات التروما، بس ترانسكرينيال تحديدا محتاجه حد اكسبرت فيها. سهل ان معظمنا يطلع انترا فينتريكولار هيموريدج بترانسكرينيال، بس انه يطلع سب اركينويد او سب ديورال دي محتاجه حد يعني السبيشياليتي بتاعته هو انه يكون راديولوجيست، وده مش سهل انه يكون موجود معانا في الطوارئ. علشان كده الاجابه الموست ايرجنت هي السي تي هيد. طيب عملنا سي تي هيد، الإجابة طبعا هي سي تي هيد، واحنا عملنا السي تي هيد. ليه تحديدا عملنا سي تي هيد؟ هنا دي اخر جايد لاينز، اخر نايس جايد لاينز مينلي، هي معمولة مينلي للانفستيجيشنز فور تروماتيك برين انجري. ف
فكاتبه ان امتى نعمل، ودي ريليز السنه دي في مايو، امتى نعمل سي تي لحالات تروماتيك برين انجري الانديكيشنز. فزي ما انتم شايفين كده الحاجات اللي انا عامله عليها لايت هايلايت دي، اني بيشنت ليس ذان 16 من ضمن الانديكيشنز اوف ايرجنت سي تي، اول حاجه فوق خالص هم كاتبينها suspected non accidental injury، وتاني حاجة post traumatic seizures، والاثنين دول راكبين على السيناريو اللي احنا بنقوله suspected open or depressed skull fracture. هو مع احنا مش شايفين حاجة، لكن بيقول كمان لو الطفل ده tense fontanels والولد ده كان جاي bulging tense، وبعد كده لما ادينا 3% still bulging but not tense but at the presentation initially on presentation كان bulging و tense fontanels. تحت خالص كاتب for babies under one year bruising swelling or laceration of more than 5 centimeters on the head. الولد ده عنده bruising في كل حتة. فالكلام ده تمام. معناه ايه؟ معناه ان الصور اللي احنا جبناها في الاول دي، فاكرين الصور دي اللي انت شايفاه على خده ده يا وفاء؟ في bruises بس ايه ليه هما بارلل كده؟ دي عملت ايه؟ slab finger بس كأن ايه اللي مرسومه؟ الولد ده واخد ايه على وشه؟ طابع slab سلاب مارك. طب في اللي في ودانه دي ايه بقى؟ برضو، دي contusions أو بنش ماركس ممكن على دي ال قرصه مش كده؟ طيب ايه اللي بنش في ماركس، دراعه؟ برضو دي grip ده حد صوابع كان بيلوي دراعه مش كده؟ الولد ده كان بيتعرض لايه؟ child abuse. physical ابيوز مش كده؟ تمام. فاحنا ايه اللي مشى السيناريو كله في سكه انه نون اكسيدنتال انجري؟ اول حاجه سنه، الولد ده عمره 6 مانس، فانا ما ينفعش اعدي 6 مانس واي حد يجي يقول لي اي سيناريو، حتى لو الام، حتى لو الام اكتر واحده، اكتر واحده للاسف، وده مش خبره، ده مكتوب دوكيومنتد في كل الدوكيمنت بتاعت النون اكسيدنتال انجري في كل دول العالم، اكتر ست ما تصدقوهاش السيناريو بتاعها في نون اكسيدنتال انجري هي الام، ببساطه لان الام هي اللي بتغطي على كل المصاب. اخ ضربه، اب ضربه، هي اللي مغطيه عليه، جوز ام ضربه، هي اللي مغطيه عليه. فالام جت قالت لي انا وقع من على السرير، انا مش هاخد كلامها. ولد عمره اقل من سنه اسيوم نون اكسيدنتال انجري. طيب بالبروسيس دي هدور عليها في الاكسبوجر، هدور عليها. طيب فرضا اني ما لقيتهاش، هرول اوت نون اكسيدنتال؟ لا مش هرول اوت نون اكسيدنتال. اني تشايلد with traumatic brain injury under one year assume non accidental injury. علشان كده في الديفرنشال دايجنوسيس في البول كان اول، كان اكتر حاجه لازم انت تشك فيها وهي النون اكسيدنتال انجري until proved otherwise. اما يجي لنا ايفيدنس ان الست ديت بريئه ومش كدابه، وان الولد ده ممكن فعلا الوقعه دي هي اللي تكون عملت فيه كده، ده هيظهر فين؟ هيظهر واحنا بنكمل السيناريو. هيد، وطبعا احنا ماشيين لو عايزين تاخدوا سكرين شوت للنايس جايد لاينز دي عشان تقروها، وانا بالمناسبه نزلتها على كل الجروب بتاعنا اللي هو البيدياتريك انتنسيفست، هتلاقوها موجوده، وهتلاقوها موجوده على الواتساب بتاعنا. الجايد لاينز دي حلوه جدا جدا، هي مركزه تحديدا، هي كانت مانجمنت اند انفستيجيشن، بس انا شفت يعني امتى اعمل سي تي ابدومن، امتى اعمل سي تي سباين، امتى اعمل هول بودي سي تي. فاحسن حاجه اتكتبت في الانفستيجيشن اوف تشويس نايس جايد لاينز 2023 في مايو في التروماتيك برين انجري.
طيب احنا عملنا يا وفاء السي تي وطلعت زي ما انت شايفة كده، انت شايفة ايه؟ في هيمروج، في ده تقريبا انهي ناحية؟ في الناحية اليمين سب ديورال سب ديورال. تمام، ايه رأيك في الميدل لاين؟ شيفت، وفي ميد لاين شيفت. في ميد لاين شيفت. ايه رأيك في الفنتركلز ات ذا سيم سايد؟ كومبريزد ده اسمه ايه بقى؟ دي في برين قديمة. هو في البرين اديما تيرم ميديكال شويه، اه التيرم السيرجيكال هنا اسمه ماس افكت، ماس والماس افكت. افكت هو انك تشوفي ميد لاين شيفت وكومبريسد فنتركلز ات ذا سيم سايد، يعني هي زقت الفنتركلز وقفلتها وزقت الميدل لاين. لما بنشوف المنظر ده ايه اكتر حاجه بتقلقنا؟ ان البرين ده بيحصل له ايه حاليا؟ secondary injury. بيحصلوا زي ما انت قلتي في الاول خالص هرنيشن. عشان كده احنا ادينا ال 3% سلاي. تمام، طيب تمام. احنا عملنا السي تي وطلع سب ديور الهيماتوما، هي على الناحيه مني على الرايت سايد، بس في سلايد تانية مش موجوده هنا، في كمان ليفت سايد. طيب ايه البلان بتاعتك دلوقتي؟ هكونسلت نيورو سيرجنت وهانفورم البيكيو ان هو محتاج بيد في البيكيو. تمام، مين كمان هنكلمه؟ البوليس اللي هم انت ما بتتصليش بالبوليس دايركت، في موظف في المستشفى وظيفته انه يكلم البوليس، child services. اللي هي اسمها تشايلد بروتكشن، الناس الخاصين بالتشايلد بروتكشن، وعلى حسب مسمياتهم في المستشفيات المختلفة، هنا اسمهم سيف جاردنج، في مكان تاني ده كويشن انا مش عارفه هو ليه طالع. What's your plan؟ اوكي طيب هو هي اسمها تشايلد بروتكشن واكوردنج لكل مستشفى، فهم هنا اسمهم مثلا السيف جاردنج، فاحنا هنكلم الناس دي، الناس دي هي اللي بتتصل بالبوليس. تمام، لكن احنا نادرا ما احنا بنفسنا اللي بنكلم البوليس، في ناس مختصه في كل مستشفى ان هي تكلم البوليس. طيب قلنا سيف جاردنج ونيورو سيرجن، نيورو سيرجن هيعمل له ايه؟ هيعملوا بلان بقى، هيمشي كونسرفاتيف ولا هيعمل ولا هينترفين بجراحة؟ هو الميد لاين شيفت ده ينفع معاك كونسرفاتيف يا وفاء؟ هو لا مش يعني هو قرار نيورو سيرجنت. انا مش عارفة، ممكن يعمل ايفاكويشن يعني. في ميد لاين شيفت، انت شايفه ايه؟ هاي في عملت لاين ميد شيفت. لاين شيفت اند هيرنييتنج برين، ايه اللي هيوقف الهرنييشن ده وهيرجع البرين لمكانه؟ اوكي، بيعملوا ايفاكويشن. ما فيش، الحاله الوحيده اللي النيورو سيرجون يقول لك فيها انا مش هعمل ايفاكويشن للبلاد ده، ان الميد لاين يكون في مكانه وانك تكوني شايفه الفنتركلز. تمام. لكن المنظر ده يا وفاء ما ينفعش يعدي كده، ال 3% سلاين ده بيديكي تمبورال ايفكت، تمبورال امبروفمنت لغايه ما السيرجون يتدخل. تمام. المنظر ده لازم السيرجون يتدخل، ليهم اكتر من طريقه بيعملوا بيها ايفاكيويشن، هم احرار في المانوفر بتاعتهم. لكن انا بالنسبه لي الولد ده هيخرج من الطوارئ يروح فين؟ على السيرجري، وبعدين من السيرجري على البيكيو. هيروح الثيتر، هيطلع على العمليات. اوكي طيب احنا قلنا نيورو سيرجون، وقلنا هنروح هنكلم البي كيو نقول لهم الولد ده طالع لكم. طيب هل في احتمال ان الولد ده لو جه من غير السلاب ماركس دي، انا اعتبر السلاب ماركس دي مش موجوده، بس هل في احتمال لو جه بالبرزنتيشن ده less than under 1 year يكون في بليدنج تندنسي، هو اللي خلى خبطه خفيفه من على مسافه 60 سنتي مثلا عملت فيه كده؟ ممكن طيب ايه اللي يخلي خبطه خفيفه تدخل تشايلد في انتراكرينيال بليدنج؟ هو عنده أصلاً bleeding tendency. بالظبط، مين بقى اللي يقول يرول اوت البليدنج تندنسي يا وفاء؟ اللاب يعني فني المعمل هو اللي هيقول لك. لا، يعني الانتربريتيشن بتاع اللاب بتاعي.
يعني انت تقصدي ان انت هتبعتي له بليدنج تندنسي سكرين او كواجولوباسي سكرين، تمام، لكن مين اللي هيعمل لها اناليسز ومين اللي هيديكي ادفايس؟ هيماتولوجيست. الهيماتولوجيست. يبقى في واحد مهم جدا، لان الام دي هتخش السجن او جوزها هيخش السجن، فاحنا علشان نتحرى العدل والدقة ونعمل اكسكلوجن لكل البوسيبل كوزز، لازم نعمل رولينج اوت لاني بليدنج تندنسي، وده اللي بيرول اوت اور ان ذا هيماتولوجيست. يبقى انت تاني واحد هتكلمي مين؟ هيماتولوجيست. هيماتولوجيست. كان معانا كام سبيشاليتي؟ انت قلتي الوقت هيماتولوجي ونيورو سيرجيكال، وقلتي هيبقى معانا البيدياتريك اي سي يو والسيف جاردنج، يعني انت هتكلمي اربعه. طيب هتبعتي له بلاد ولا ابعته ايه؟ هتسيبيه كده من غير اي بلاد انفستيجيشنز؟ لا هبعت فول بانل. فول بانل. بس في حاجات معينه في الحالة دي لازم نبعتها كده قبل ما ياخد بلاد ترانسفيوجن وهو جاي فريش كده، في حاجات لازم تطلع لللاب، الحاجات دي احنا لسه متكلمين عنها شوية، والولد ده كمان بوي، فايه الايه التحاليل دي تحديدا؟ بي سي كواجليشن بروفايل تمام. ولما يكون بوي وانا شاكة في بليدنج تندنسي، في حاجات معينة فيليا، كل اللاب بتاع الهيموفيليا اللاب بتاع انهي فاكتورز؟ 10. لا مش عارفة احفظ. 8 and 9، 8 و9. تمام. تمام. طيب لو هي بنوتة وولاد كمان، في حاجة بتيجي في الاثنين، هنبعت لهم فون فيلبراند تمام. فاكتور. احنا بس هنشير، طبعا احنا قلنا ان ريفير تو ذا نيوروسيرجون، تشايلد بروتكشن، هيماتولوجي، اوبثالمولوجي. بالمناسبة حالات النون اكسيدنتال انجري لازم يتعمل لها اوبثالمولوجي ريفيو. ستارت نيورو بروتكشن ده في العناية فوق، بس احنا ما يمنعش ان احنا نبدأ ستارت نيورو بروتكشن من تحت. فول بلاد انفستيجيشنز، وبنعمل حاجة اسمها فول بودي ماب. الفول بودي ماب دي بقى اللي هي بندور على البروسيس، اي حاجة بتقول هل هو بيتعرض لفيزيكال ابيوز ولا لا. طيب الهيماتولوجي انفستيجيشنز احنا اتفقنا عليها، بنركز على ايه في الفول بلاد كاونت يا وفاء؟ ممكن يعمل الصورة دي البليتلتس بليتلت، لو لقينا ثرومبوسيتوبينيا نبعت البليتلت فانكشن وباقي، او نكلم الهيماتولوجيست ونشوف هو هيعمل ايه. طب يبقى هنبعت فول بلاد كاونت، وهنبعت بلاد فيلم كمان، وهنبعت فون فيلبراند وفاكتورز واي ان ار وبي تي وبي تي تي. دي هو داخل عمليات، ما ننساش نبعت له بلاد جروبنج، ممكن يحتاج نقل دم وهو في العمليات، فيكون في بلاد جروبنج اند كروس ماتش. اوكي تمام. طيب دي ال دي ال ال البادي ماب، والبادي ماب دي ليها اهميه ميديكال ليجل كتير، مهمه جدا، وبيروح منها نسخه للبوليس. بالمناسبه احنا بنشوف الولد من وشه ومن ظهره، يعني بعد ما بنشوفه انتيريورلي بنقلبه وبنشوف كل الباك، كمان في سبيسيفيك كونسيدريشن لاماكن معينه في النون اكسيدنتال انجري، زي ان بتوين ذا سايد ذا ثايز اراوند ذا بيري انال اريا، خصوصا لو هم كبار شوية وممكن يكونوا تعرضوا لسيكشوال ابيوس، بنبص في الاماكن دي. في الولاد الصغيرين دول بنبص على الباك اوف ذا اير، علشان قرصة الودان دي بتكون ظاهرة ببروسس في الباك اوف ذا اير تحديدا. انا مرة عن نفسي وانا عمالة اقلب في ولد كده وبعمل له بادي ماب، ما كانش فيه ولا اي علامة في اي حاجة من جسمه كله، كان جاي بسيفير subdural هيماتوما وكاردياك ارست كمان، والحاجه الوحيده اللي لقيناها هي بروسين ان ذا باك اوف ذا اير. فالولد ده يعني بنقعد نفصصه الارمز دي، بنشوف كل الاسبيكتس بتاعتها، وبتظهر في الاخر بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين هم حاطين كام سهم عشان يقول لك خلي بالك عامل
جينيتاليا بروسس، على الثايز، على الفينجرز، ما سابش حته، بيقول لك تورن تورن في الماوس، يعني حتى افتح بقه ما تسيبش يعني سنتيمتر مربع في كل جسمه الا وتدور فيه على علامات الفيزيكال ابيوز، لان هي دي اللي بتكونفيرم الدياجنوسز بتاعنا. ده مش معناه انه 100% non accidental injury، ده معناه انه considered and for investigation for differential diagnosis، وعلشان احنا نتحرى الدقة فاحنا بنحط كل ال differential diagnosis معانا وبنعالج كل حاجة side by side، علشان كده بنعمل hematology referral، وعلشان كده بنبدأ ال first dose ceftriaxone لغاية ما الصورة كاملة توضح. طيب أهم مسج من الحالة اللي فاتت دي، consider non-accidental injury in any traumatic brain injury in infants. أي طفل under one year جاي بسب dural أو سب أراكينويد أو any intracranial bleeding أو أي skull fracture through أي traumatic brain injury، assume إنه non-accidental injury. طيب وفاء، إحنا لما هنطلع بالولد ده العناية بعد ما يخرج من العمليات هنعمل له إيه mainly؟ نيورو بروتكشن. Neuro protection، بالظبط كده. طب يعني at least إيه المينيمم تايم اوف أو ديوريشن أوف نيورو بروتكشن للحالات دي؟ 48 ساعة. وممكن تكون up to 72، وممكن نعمل repeat CT أو MRI ويقولوا كمل up to 1 week، فعلى حسب ما الحالة بتتطور معانا بتتحسن أو بتسوء، لكن مسؤوليتك كintensivist إنك تعمل at least 48 hours of continuous نيورو بروتكت. neuroprotection. طيب الحالة خلصت، وأنا متشكرة جدا ليكي يا دكتورة وفاء. شكرا لك. اللي بعده حالة بلدي خالص، بولي تروما، ميجور تروما. واحنا في حالات التروما احنا قلنا قبل كده ان احنا بنأسس الحالات الامرجنسي عن طريق البلس ابروتش، والبلس ابروتش ده بيقول لك ان في initial impression اللي هي quick look 5 to 10 seconds، بص على الابيرنس، بص على الكالر، بص على البريثنج باترن، وبتاخد initial impression منه بتقدر تحدد وانت في الترياج احنا moving to the recess area or staying at the triage area. طبعا انا سألتكم على الجروب بتاعنا البيدياتريك انتنسيفست، وقلت لكم يا شباب الريسس اريا عندكم اسمها ايه، وانتوا قلتوا اسامي كتيره جدا. فايا كان مسمى المكان ده، المكان اللي بنعمل فيه كارديو بالمونري ريسسيتيشن، هو ده الريسس اريا اللي بنعالج فيه الكريتيكالي ال تشايلد او سيريسلي ال انجرد تشايلد. قلت سي بي ار روم، واوضه الانعاش، واوضه الريكفري، ايا كان الاوضه اللي فيها مونيتور وكراش كارد وواسعه تاخدنا كلنا ونقدر نعمل فيها ريسسيتيشن، احنا بنموف العيان ده بناء على الكويك لوك. طب فرضا انه جاي بالاسعاف، وبتوع الاسعاف بلغوك اصلا بالتليفون ان احنا جايبين لك دلوقتي حاله تروب، فانت اصلا انت مش بتاكتيفيت الامرجنسي كود ده، انت نازل من القسم او نازل من العنايه تشارك في تروما كود، فالاكتيفيشن هنا في حاله التروما مختلف شويه، لان الاكتيفيشن ما بيكونش بيزد on your assessment in the triage، الاكتيفيشن بيكون بيزد على كول اخذناها من البارامدكس او الامبيولانس تيم، او اللي بيقولوا عليهم اي ام اس بتوع الاسعاف او بتوع الطيار، فهو اوريدي جاي وانت قاعد مستعد والتروما كول اوريدي اكتيفيتد، الا اذا كان حاله نون اكسيدنتال انجري وجاي كده بام
ما بتقول لك هيستوري مش مظبوط وما بتقولكش الحقيقه كامله، فهتشوفه في الترياج وهتتحرك بيه. يعني انت عندك different kinds of trauma، ايوه، ب different kinds of activation. عيان جاي لك صريح، واقع من البلكونه، جايبينه من تحت عربيه وبالاسعاف، فده تروما كول بلدي. عيان انت اكتشفت ان في مصيبه في الترياج واخدته للريسس اريا وبتتعامل معاه على انه تروماتيك برين انجري، بس ده بيكون محتاج منك انك تكون اوير بالديفرنت كايندز اوف تروما، فمش كل التروما اكسيدنت. عشان كده في عندنا اكسيدنتال ان نون اكسيدنتال. وانا تعمدت اني ابدا السيشن بتاع التروما النهارده بالنون اكسيدنتال عشان تكون اوير، لانك عمرك ما هتدور على نون اكسيدنتال انجري وانت مش عارفه وانت مش اورينتد بيه. يعني عقلك لا يبحث عن شيء لا يدركه. لازم تكون عارف ان اندر 1 year النون accidental injury عالي مع traumatic brain injury علشان تحطه في الديفرنشال diagnosis. لو ده ما حصلش احنا ممكن نفضل نعالج في الحالة اللي فاتت دي على انها accidental trauma، واقع من على السرير. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان الولد ده بعد ما هيروح البيت مع مامته بعد اول مرة، ده لو عاش ونجا منها، هيجي مضروب تاني مرة، بس الضربة التانية دي ممكن تموته. أو المشكلة إن الولد ده وهو موجود معاك في المستشفى ممكن أخ ليه يتعرض للخطر من نفس البني آدم اللي اعتدى على الطفل اللي عندك. فأنت لازم تكون أوير جدا بالنون أكسيدنتال إنجري عشان تاخد حق الطفل ده أولا، وثانيا علشان تحمي طفل تاني، تالت حاجة عشان تعمله بروبر مانجمنت. أنت لو ما عملتش ديتكشن لسب اراكينويد هيمورج هتمشيه في سكه المينينجايتس، وده بيحصل كتير جدا جدا. لو ما فيش العلامات بتاعه البروسيس دي هنقول ان هو بالجنج فونتانيل وديمينش دي كونشوس ليفل في طفل صغير ممكن يكون 3 شهور، فانت دماغك هتكون في الليت اونست نيونيتال سبسيس والليت اونست مينينجايتس، وهتروح تدور على هو كان بورن فاجينال، اخذ ستريبتوكوكاي، نديله امبيسيلين، وتفضل ماشي في السكه دي، وبعدين تلاقيه ما بيتحسنش، تيجي تعمل سي تي تلاقي بليدنج، ما تبقاش عارف which هو البليدنج ده كومبليكيشن للمينينجايتس ولا البليدنج ده هو جاي بيه اصلا، وتتفاجئ ان الراديولوجيست كاتب لك تيبيكال راديولوجيكال فايندنجز of non-accidental injury، فيبقى missed منك. علشان كده أنا حبيت أعمل هايلايت على الكايند ده of trauma كأول حالة. Don't miss the non-accidental injury for any child less than or under 1 year of age presented with traumatic brain injury. طيب احنا الوقت في طفل كبير جاي بالاسعاف وانت اوريدي موجود تحت، واحنا في اول جزء في التروما قلنا يعني ايه تروما تيم، فانت موجود والحاله داخله عليك، هي اوريدي ال نيدز immediate هيلب اوريدي. والكويك لوك هنا بتختلف عن الكويك لوك بتاعت الحالات العاديه. ليه الكويك لوك؟ زي ما بيقول التروما لايف سبورت هنا اللي هي في اول 5 سكندز، انت بتدور على وات كيلز فيرست. فوات كيلز فيرست من اول لوك انت يا بتشوف بليدنج واضح اكسترنال، بليدنج واضح، لمب مثلا مكسوره وفي ارتري فاتح وعمال يعمل بليدنج وبيصفي العيان، فانت بسرعه جدا من قبل ما تلمسه بتقول هاتولي او نيجاتيف بلود، او بتشوف العيان ده الكالر بتاعه نوت ساتيسفاكتوري بلو ان كالر، فلما بتشوفه كده بتقول ده فيه بوسيبل هيمو ثوركس او هيمو نيومو ثوركس او تنشن نيومو ثوركس، او بتشوف الاير واي بتاعه اوبستراكتد، فبسرعه بتكون راشن ان انت تعمل stabilization و الايروباي. ففي 3 حاجات، اقول لك بص على 3 حاجات رئيس اساسيين في الكويك لوك، ال A
وفور بريثنج تنشن نيوموثوركس لان ده بيبقى فيتد، وفور ذا كلر ويتش سي ماسيف هيموريدج. دول اول 3 حالات، حاجات في اول 5 ثواني وهو داخل عليك، لانك ببساطه لو شفت حاجه من دي يا اما هتعمل ادفانسد اير واي يا اما هتعمل ديكومبريشن يا اما هتديله نيجاتيف بلاد فهيبقى لايف سيفنج. طيب بصيت وعملت لهم ما اسموش البرايمري سيرفي في التروما شبه البرايمري اسسمنت في النون تروما مع فروقات بسيطه. الفروقات دي ان احنا ما بنمشيش اير واي بريثنج سيركيوليشن، احنا بنمشي كاتاستروفيك هيموريدج تاني، اير واي اند سي سباين، لانك لو بدات تعمل اير واي مانوفر without immobilization of the C-spine ممكن تحرك أي possible fracture وتعمل له morbidity، تعمل له quadriplegia. حاجة breathing، ورابع حاجة في ال breathing sorry assume إن any cyanosis is a pneumothorax لأنه trauma. طيب في السيركيوليشن بيقول لك تيك كير اسيوم اني شوك نوت ريسبوندينج تو ذا كريستالويد از هيموراجيك شوك. فانت هنا بتحط اعتبارات في كل حاجه، يعني الابروتش بتاع التروما في شويه كونسيدريشن خاصين بحالات التروما. في الديسابيليتي لازم رول اوت اني ساينز اوف هاي انتراكرينيال بريشر، دي حالة تروما ممكن يكون عنده تروماتيك برين انجري. طيب في الاكسبوجر هنا احنا بنبقى ديتيلد شوية اكتر من حالات الميديكال، لانه في الاكسبوجر انت بتبقى عاوز تعرف مثلا هل هو في كسر، فبتروح تجيبه فروم هيد تو تو وتدور على اني بوسيبل فراكشر. التمبريتشر طبيعي في الاكسبوجر، هو زود هنا ان السامبل هيستوري الكويك هيستوري تيكن هي كمان في الاكسبوجر. فالاكسبوجر هنا ديتيلد شويه وهنشوف في الحاله ازاي هو ديتيلد. طيب all the resuscitation needed for trauma patient بتبقى في البرايمري سيرفي، ما بنأجلش حاجه للسكندري وللترشري. any immediate investigation بتكون في البرايمري سيرفي، ما بنقعدش بقى بأريحية نقول هنعمل البرايمري وهناخد سامبل هيستوري وبعد كده نعمل سكندري وبعد كده ندسكاس الانفستيجيشن. الانفستيجيشن اللي هي في تعتبر تيرشيري دي او في نهاية الميديكال كيسز احنا بنعملها هنا في البرايمري سيرفي. ده معناه ايه؟ البرايمري سيرفي هو كل حاجة ممكن تتعمل لعيان التروما في الطوارئ. resuscitation investigations كل حاجة head to toe بتاعت السكندري هنا بقت في البرايمري. في الاكسبوجر almost everything could be done in the primary survey. غالبا بيخرجوا من البرايمري سيرفي اما على العمليات او على العناية. طب والسكندري والترشري بيتعملوا بس غالبا بيتعملوا فوق في العناية. هنشوف ده بتطبيق عملي في الحالة الجاية. مين هيبقى معايا في الحالة الجاية يا شباب؟ دكتور محمد ريزنج هاند وحد كمان انا مش شايفاه. طيب الدكتور محمد اللي هو ريزنج هاند يتفضل يفتح المايك. السلام عليكم. الصوت كده وصل؟ صوت واطي شوي، كده الصوت كويس؟ واطي شوي. طيب دقيقة واحدة واحدة بس. دكتور محمد انت سامعني؟ كده كويس الصوت؟ كده يعني كويس؟ الى حد ما.
طيب هو كده ده افضل حاجة يعني عندي عشان الشبكة. كويس مش وحش. طيب دكتور محمد، حضرتك محمد ولا محمود؟ لا انا محمد رشاد، اي اي كونسلتنت من كي اس ايه. اهلا وسهلا. ده انت احنا يعني مش نعرف انت هتغلبنا بقى. طيب حضرتك بتشوف حالات تروما؟ طبعا ده شغلي الاساسي، انا كونسلتنت بقالي 16 years. اوكي تمام، يعني المفروض انت اللي تدينا الكورس ده. تحت امر حضرتك بصراحه. بس هو في النقط اللي فاتت، بس يا دكتوره في نقطه قبل الكيس دي بالنسبه للسيفتي زون. هو انت خدتيها من ناحيه الميديكال، بس احنا بالنسبه لنا احنا كاي ار، ما خصوصا ان احنا قدامنا 2 اورز ادي فيهم السيفتي زون لو سسبكتد من انجايتس او فيرست اور، لسه انا هقدر اخد الهيستوري، تمام. فما بندهاش في الاول. يعني انت تقصد ان احنا وقت ما ادينا اللورازيبام و3% سلاين ما كانش السؤال ده موجود الريكتوم بالظبط في تراكسون وموجود عندنا فروزن. اوكي، هو بس انا حطيته معاهم علشان اخلص جزء الميديكيشن كله. ايوه ما انا ما قلتش حاجه، انا بس بقول لحضرتك، بس هو الكومنت بتاع حضرتك كويس، احنا لسه حاطين ديفيشال دايجنوزيس اللي هو نان اكسيدنتال، وحاطين ديفيشال دايجنوزيس بس. يعني من الحاجات اللي مهتمين بيها قوي الاي دي اس اي والكلام ده، اللي ما تبتديش اي انتي بايوتيك وزود جود هيستوري. تمام، بس احنا في البيدياتريك ادفانسد لايف سبورت سيفتراكسون فيرست اور بيتاخد في حالات كتيره جدا زي السيبتيك شوك وزي السسبكتد مينينجايتس. فانا لو استنيت لساعتين وطلع مينينجايتس بعدها ب6 ساعات يبقى انا كده مسد السيفتراكسون. هو انا جيت قلت ساعتين الاول بس بعد كده صلحتها قلت ساعه. انا قصدي هي في اول ساعه انا اقدر ادي السيف في زون، انا في الحاله فول داون، وانا عملت عليها كود تيم وحطيت كود تروما واشتغلت عليها في ريسستيشن، كل حاجه بتشتغل بارلل. تمام فانا في وقت واحد احنا اول تيم، يعني انت الدكتوره قالت هناخد هيستوري، قلت لها انت لسه ما خدتيش هيستوري، وي ار تيم وورك، في اذر دكتور هياخد هيستوري، تمام فمش هقدر. ففكره ان انا ابتدي انتي بايوتيك وانا جاست عشان سسبشن عليها دي بي، ورأي لا مش كلام حضرتك عليها، محترم. مش عليها يا دكتور، لا confirmed first hour ceftriaxone لما يكون ال differential diagnosis still including meningitis ما فيش عليها debate في ال advanced pediatric life support. لا لا عندي ديبيت في الدياجنوزيس يا دكتوره، لا قصدي ديبيت في ماي دياجنوزيس. ماي دياجنوزيس في ال diagnosis بتاعنا كانت لسه ال meningitis في ال differential diagnosis. ما هو على اساس احنا ما كناش لسه خدنا هيستوري، بس انا بقول لحضرتك احنا كنا المفروض في ألو ايه يا دكتوره؟ اتفضل كمل. ما فيش مشكله يا دكتوره، خلاص هو اسبكت يو احنا في جيفن. البيدياتريك ادفانسد لايف سبورت لو عندك اي شوك زي ما قلنا اول مره واحنا لسه مش عارفين هي هايبوفوليميك فيرسس سيبتيك فيرسس حتى كارديوجينيك لان مفيش حاجه كونفيرمد في الفيرست اور، احنا الكونفيرميشن بيكون افتر ذا فيرست اور مع لما بنكمل الانفستيجيشنز. فأنا ما كملتش الانفستيجيشنز وممكن الولد ده كمان يطلع في الآخر bleeding tendency. ما فيش أي حاجة تمنع إني أدي في الفيرست اور سيفتراكسون طالما ما فيش عندي definite diagnosis. فهي فكرة إنه empirical first hour في حاجات كتيرة منها suspected meningitis لو دخلت وsuspected septic shock اي شوك لغايه ما يطلع لي السي ار بي والكالشر بندي الفيرست او اي شوك لان وارد تكون سيبتيك شوك حتى لو كارديوجينيك بنديها، واي بلجنج فونتانيل بندي السيفتراكسون لغايه ما نعمل رولينج اوت للمينينجايتس. الولد ده على ما عمل السي تي والسي تي ريزالت طلعت عدت اول ساعه ولا ما عدتش يا دكتور محمد؟ وبالنسبة لكلام حضرتك، هو طبعا أول ساعة بالنسبة السي تي للبيشنت ريزلت كده، لما طلعت وطلع فيها سب ديورال هيماتوما والراديولوجيست بعت لي ريبورت وقال لي انها كلاسيك ساين اوف نون اكسيدنتال انجري من ساعه ما دخل لغايه ما الراديولوجيست بعت لي الريبورت. قول لي انت كاستشاري طوارئ عدى وقت قد ايه؟ عندنا في ماي هوسبيتال ولا في أزر هوسبيتال؟
في أي مكان الأفريج. لا بالنسبه لي لو عينته جوما وفي هي فول داون وانا هعمل له سي تي بتاخد بالظبط 45 مينيت 1 اور مش اكتر من كده. طيب يعني ساعة اه ساعه اه فقد فيها السيفتراكسوني تشانس بتاعته ولا ما فقدهاش لو هو مش نون اكسيدنت؟ هو لما فقدها طلع لي الريبورت ان الراديولوجيست بيكونفيرم انها كلاسيك ساين، او طلع منظر تاني بيقول لي ده منظر مينينجايتس. نفرض ان هي ما طلعتش سب ديورال هيماتوم وطلعت سي تي سجستيف انفكشن او سجستيف اي حاجه تانية غير الهيماتوم، والراديولوجيست كتب الريبورت مش احنا اللي بصينا، عدت ساعة ولا ما عدتش ساعة؟ هو عدت ساعة. أنا بقول لحضرتك يا دكتورة أنا محتاج يبقى فعلا فقد حضرتك فرصته في الفيرست دوز سيفتراكسون اف مينينجايتس. انا ما عنديش مشكلة في الديسكشن، انا سعيدة بالديسكشن، بس البوينت بتاعت الدكتور محمد مهم، وانا بأكد ان مفيش اي مشكلة في الفيرست اور سيفتراكسون، غير اني لو طلع في الاخر مينينجايتس انا ضيعتها عليه. I respect your opinion يا دكتورة، مفيش مشكلة خالص. طيب شكرا لحضرتك. دي تاني حالة طبعا هتحلها بمنتهى السهولة عشان حضرتك مش تاخد منك حاجة خالص يعني. لا لا هو طيب الموضوع مش كده خالص والله يا دكتورة. لا أنا يعني أنا لو مش عارف لأن هستفيد ما كنتش يعني كونتاكت معاكي لا يعني. لا حضرتك طبعا هتحلها بمنتهى السهولة لا وهنتعلم منك كمان لا إن لا شاء الله الله. يكرمك يا دكتورة، الله يكرمك يا دكتورة، يعني احنا كلنا تلامذة عند حضرتك يا دكتورة. شكرا شكرا. البنوتة دي حضرتك attending a major pediatric trauma call، والتروما تيم بريفنج هم بيقولوا لحضرتك دلوقتي ان جاي في السكة adolescent girl average age 12 to 14، احنا مش متأكدين لانها اهلها لسه ما جوش وراه. And I الجرانو received the نفسه call before ambulance by 10 minutes. تمام، هي البنت لسه في السكة. ماشي. An adolescent girl average age 12 to 14 years arriving by the ambulance in 10 minutes، يعني جاية كمان 10 دقائق. After she fell from the fourth floor، البنت دي وقعت من الدور الرابع. While she was trying to catch her cat، كانت بتلعب مع القطة، which jumped from the balcony، يعني البنت اتجننت الظاهر، القطة وقعت من البلكونة فالبنت نزلت وراها. At the scene she was agitated and complaining from pain. She received intranasal fentanyl by the paramedics and two wide bores cannulas were inserted and one dose of tranexamic acid given. She's now in the resus room. Please start your assist. طبعا البنت دي وقعت من البلكونه ومامتها وباباها ما شافوش حاجه، الجيران هم اللي بلغوا يا دكتور محمد، علشان كده احنا مش عارفين سنها بالظبط، بس هي شكلها كده من 12 ل 14 سنه. هو كان لكن نعرف لما الاهل يوصلوا تفاصيل اكتر، وما نعرفش اسمها ايه وما نعرفش اي باك جراوند عنها، هي وقعت من الدور الرابع تمام. بالنسبة لنا في قبل ال10 دقايق أنا كنت عملت جهزت أنت تراست في البراميديك بتاعي، فكنت جهزت التروما تيم بتاعي، كان التيم بتاع التروما كود موجود، النيرسينج ودكتور البيدياتريك سيرجري ودكتور النيورولوجي والنيورو سيرجري ودكتور الأورثو والراديولوجيست بيكون معانا في ده كود تروما، هم دول اللي بيكونوا انفولفد فيه. يعني انت هتيجي عملت سيت اب للتروما تيم بتاعك، ايوه دي قلت نقطة لهم مهمة بي تمام. ريدي because we have case in within 10 minutes and this is the time you can come in this 10 minutes. هو بيتجمع في 5 دقائق تمام، فبس. احنا قلنا بالتفصيل التروما تيم زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط في اول جزء من البولي تروما، قلناها احنا في ابريل وموجود على الاي يو بي زي ما حضرتك بتقول بالظبط. طيب انيشال اسسمنت يا دكتور محمد اللي هو الكويك لوك 5 كويك to 10 seconds. بشوف اول حاجه في 5 مينتس ببص على جنرال لوك 5 اشوف seconds seconds في 5 تو 10 سكند، مظبوط يعني الفتره اللي بتنزل فيها من الترولي، يعني من على الاسترتشر احطها، ده انا بكون قدرت احدد ممكن وات كيل فيرست ان ذيس بيشنت. في بالظبط
الايروي اوبستراكتد من اف ذير از اني نويزي اور سترايدرز اور ايزي فيشال تروما ذيس فور ذا ايروي. طيب تمام. البنوتة دي ميجر دكتور محمد كانت in pain, in pain and very agitated and there was no signs of external bleeding بالرغم من ان هي واقعة من دور الرأي. breathing pattern she was dyspneic لكن ما كانش عندي حاجة في الايرواي نفسه, ما كانش فيه obstruction. color or circulatory wise she was blue discoloration of the lips. الطفلة اتحط على البيتس. هنبتدي دلوقتي، أنا بالنسبة لي دي ميجور تروما، ماسك اوف اوكسجين، هي كل حاجة اي بي سي بيشتغل في البرايمري سيرفي باراليل. تمام. أنا في نفس شفت الاير واي اوبستراكتد أو نوت، هل حد not احط فيه ماسك obstructed but she's blue in color. احط نون ريبريسنج ماسك اوكسجين هاي فلو؟ okay. There is and I will after that I will to examine the chest and what explains blue in color in a trauma case? possible. احنا مش متأكدين ولسه ما حطيناش البالس اوكسيمتر. بس ممكن تكون suspected ايه؟ بنت واقعة من الدور الرابع ولونها blue. دي حاجة من الاتنين، لا إما هي عندها already جاية على high flow mask مع الإسعاف. وبالرغم من الهاي فلو ماسك لونها blue. أنا لسه ما حطيتش بالس اوكسيمتر ولا عملت chest examination. عندي حاجتين. عندي دلوقتي، أنا بالنسبة لي دلوقتي هي ممكن تبقى في شوك، الشوك دي بتيجي بلو ولا بيل؟ على حسب نوع الشوك. طيب ايه الحاجة التانية؟ الطفلة الثانية لونه بلو، يعني دي لو الدور الرابع لو كان في بيرن لو في سوري لو في ايه؟ بيرن بيرن لا مفيش بيرن بيرن. مفيش بيرن. طيب خلاص، بالنسبة لي هي هتبقى، أنا شاكك بس في بالنسبة للهيستوري ده، إن هو ممكن يكون الطفل ده فيه شوكت اوكي. من which kind of shock لو ما فيش اي signs of bleeding في طفله واقعه من الدور الرابع ولونها بلو بالرغم ان هي على high flow oxygen؟ obstructed shock. بالظبط. يعني انت شاكك في ايه كده ال injury؟ عشان كده قلت لحضرتك، بالنسبه لي كنت او شفت الـ بشوف النيك فين، بسمع الشيست، وفي نفس ده لما نعمل ال primary survey. احنا لسه في ال 5 seconds. في الفايف سكند، ما هو انا من الاول انا بصيت على الطفله، شفت اتحطت، بدات شفت الاير واي، الفايف سكند انا قررت ان الطفله ديت بالنسبه لي ستيل بلو ومحطوطه على اكسجين. في طيب كده انا سسبكت بالنسبه لي this patient may be obstructed tension pneumothorax versus pericardial effusion. احنا كده حطينا ايدينا على اول حاجه من ال initial look. ما هو ده يبقى من هي اللي بولي تروما اور ميجور تروما possible tension pneumothorax. طيب طبعا ورتبنا الحاجات وحضرنا التيم وهنبدا primary survey. الايروي طبعا احنا قلنا اللي هي نون اوبستراكتد على حسب قبل الايرواي احنا قلنا ان بنبدا بالسي بيفور ايرواي اند سي. ف هما الاثنين مع بعض فور ذا بالظبط. كاتاستروفيك دي الطفله وهي محطوطه انا لقيتها اصلا في نيك كولر عشان جالي بالاي ام اس، تمام. فعشان كده انا ما لسه كنت هقول لحضرتك، قلت هقول لحضرتك اللي احنا شفنا الايروي والسي كده كده هي جايه لي باراميديك في نيك كولر. اف كان تمام. اف اف برو بوت وزاوية نيك كولر، اي ويل بوت نيك كولر ان ذا بيفور ترانسفير طب انا تسمح لي اقول الفاكتور لك السيناريو جاي ازاي؟ هي جايه ازاي؟ بنيك كولر ولا لا؟ تمام. البنوته دي ما كان نو ساينز. لسه. حضرتك يا دكتور، لسه حضرتك يا دكتور، رايح ابن ادم. انا دكتور ماشي، اتفضل. اسف المقاطعه. دكتور محمد، هنستاذن حضرتك، هي الموضوع ماشي كيس سيناريو. الدكتوره حابب بتقول الداتا وحضرتك بتحاول ترد على الداتا، بتفكر بناء على الداتا اللي هي فيها، مش بنصدق خلاص ماشي، شكرا. بالمعلومه، علشان نقدر بس المتابعين والزملاء نقدر نوصل المعلومات. احنا مش شاكرين لكم يعني صراحه المناقشه، بس عشان الدكاتره تقدر تتابع معانا. اتفضل يا دكتور.
شكرا. هو زي ما الدكتور بهاء قال لك كده، احنا ده اللي احنا متعودين عليه لما كنتش حضرت معانا قبل كده دكتور محمد، ان احنا بنقول لحضرتك الداتا وبناخد منك اناليسس. ماشي يا دكتور، اتفضلي. فالداتا ان سي اللي بنبدا بيها في البرايمري سيرفي في تروما كيسز، there was no signs of external catastrophic bleeding. Airway and C spine، البنت دي جايه ب C spine immobilized already في blocks and tapes. هي جايه لنا ببلوكس اند تيبس. وحضرتك بتشوف بتعمل airway examination، احنا فكينا لك البلوكس اند تيبس، وواحد من زمايلك بدأ يعمل، شكرا. هو زي ما الدكتور بهاء قال لك كده، احنا ده اللي احنا متعودين عليه لما كنتش حضرت معانا قبل كده دكتور محمد، ان احنا بنقول لحضرتك الداتا وبناخد منك اناليسس. ماشي يا دكتور، اتفضلي. فالداتا ان سي اللي بنبدأ بيها في البرايمري سيرفي في تروما كيسز، there was no signs of external catastrophic bleeding. Airway and C spine، البنت دي جايه ب C spine immobilized already في blocks and tapes. هي جايه لنا ببلوكس اند تيبس. وحضرتك بتشوف بتعمل airway examination، احنا فكينا لك البلوكس اند تيبس، وواحد من زمايلك بدأ يعمل مانوال مانوفر، فانت شفت ان الايرواي بتاعها مينتينبل، ما كانش فيه اي اوبستراكشن، لكن البنوته دي كان عندها تندرنس اون ذا سايدز اند باك اوف ذا نيك. وهنا اسالك يا دكتور محمد، طلع لي حاجه من الداتا دي، ايه البوسيبل هنا؟ Tenderness on the back and side of Tenderness the on the neck. back and sides of the neck. لما شيلنا البلوكس اند تيبس وحضرتك عملت اكزامينيشن للنك في البرايمري سيرفي، هل في هنا حاجه possible؟ Possible يعني possible مش Which trauma is suspected here؟ هو دلوقتي احنا بالنسبة لنا احنا قلنا ان في نيك تروما، ممكن يبقى فيه ممكن يبقى فيه هيموريج. Injury، انا ما فيش signs of bleeding خالص، هي عندها pain in the neck. يبقى انهي trauma suspected هنا؟ لا انا خايفه منها اصلا قلقانه عليها. مش قادر افهم السؤال حضرتك. يعني البنت دي ممكن يكون عندها C spine injury ولا ما عندهاش؟ ممكن يبقى عندها سي سباين انجل. ممكن، تمام. يبقى حضرتك كده جاوبت، هي عندها tenderness on the back of the neck، يبقى في possible C spine injury، لكن ال airway ما كانش فيه مشكلة. طيب تاني حاجة بعد ال airway and the C spine، ال breathing، مش كده؟ أنا هقول لك يا دكتور محمد إن البنوتة دي كانت التراكية بتاعتها shifted to the left side، ما كانتش central، وكان في bruising on the chest wall، كان عندها diminished air entry on the right side, hyper resonance by percussion on the right side, her saturation was 80% on 100% oxygen, and she was tachypneic and dyspneic. حضرتك شايف ايه هنا في ال breathing؟ عندي وقت البريسنج بالنسبة لبي this all sign of tension pneumothorax Which and side؟ I will give انهي ناحية؟ sign of tension pneumothorax Which side؟ right على انهي tension ناحية؟ right pneumothorax or left؟ tension pneumothorax right right side or left side يا دكتور محمد؟ تركيا shifted to the left يبقى يبقى انهي ناحية الليفت يا pneumothorax في دكتور؟ الرايت. بالظبط، يبقى right sided tension pneumothorax. نيموثوراكس بالظبط، نيموثوراكس معاه شوك ولا معهوش صوت شوك؟ بس على طول رايت هنعمل تنشن معاه نيموثوراكس. اوكي circulation، heart rate هو بتاعها في ساين اوف ذا شوك اصلا بالكلينيكال. بالظبط كلينيكال، وهي اهي circulatory، heart rate was لا دكتور 130. سامح حضرتك عشان تقول الداتا. ايوه circulatory، heart rate was 130، blood pressure was 75 over 40، والبنت دي average 14 year، capillary refill was 5 seconds and weak pulses، والبنت دي عندها two cannulas inserted by the paramedics. المنظر ده كله على بعضه على بعضه بيقول ايه؟ ايه This الايدنتيفيكيشن patient كده؟
this patient now in obstructed obstructed shock contention Second hemorrhagic. week. Okay, thank you. Need rapid rapid dealing with this patient in B. تمام يا دكتور محمد. احنا هنيجي للمانجمنت حالا. انا بس هقول لك ان سي ان اس وايز البنت دي كانت فيري اجيتيتد ان بين، هير بيوبلز وير ان ايكوال اند سلاجج، اند هير جي سي اس واز 10، اند ذير واز ا سي اس اف ليك فروم هير رايت اير. كمان كان عندها بروسز اند ابريجنز اوفر ذا فيس اند باك اوف ذا هيد and chest wall and abdomen. كان عندها abdominal tenderness on the right hypochondrium. Her pelvis was immobilized by binder and she had a laceration on her right chin and she had a right upper leg, right side decat immobilized by a splint. And the dorsalis pedis pulse on the right side was weak. طبعا مع كانت immobilized by a splint. And the dorsalis pedis pulse on the right side was weak. طبعا معلش هو معلومات كتيرة بس احنا هنيجي تاني انا للأرجنت. مركز معاهم، ما هو عشان كده انا كنت يعني بقتطعها عشان طب اعرفها تمام. كلها. اوكي طيب دكتور محمد النكست يا ريت تعمل identification للحالة دي. identification دي بولي تروما تشايلد، ميجور تروما تمام. ميجور تروما، بولي سيستماتيك تروما، مور ذان وان سيستم، بولي مالتي تروما سيستم انفولفمنت مظبوط تمام. and may be more than one type of shock. Maybe two shock. ممكن تكون اوبستراكتيف وهيموراجيك كمان And the تمام. hemorrhagic shock. Yes. بس اللي ظاهر عندنا دلوقتي اوبستراكتيف. Still, because we are dealing according to protocol of pulse, advanced pulse, تمام. one by one. So طب ممكن we حضرتك still... تايدنتيفاي البوسيبل ترومز اللي موجودة البنت دي؟ B there is tension لأن yes عندها ابدومينال تندرنس كمان. from ايه تاني؟ from D disability there is this patient may glascocoma is low and there is bleeding from left ear and there is bruises so maybe intercerebral hemorrhage intracerebral hemorrhage يعني traumatic brain injury تمام. traumatic احنا brain قلنا فوق injury. في السي في possible ايه؟ ما دي possible C injury because there is swelling. swelling and there is مش tenderness عشان هي جالسكم بتاع 10 there is swelling and there is bruises. اوكي يعني من فوق كده في سي سباين وتروماتيك برين انجري وفي تشست انجري وفي ابدومينال انجري. اخبار رجليها اليمين ايه؟ ايه؟ لسه بقى كنت عشان الاكستريميتيز ديت بالنسبه لي بعد البرين دي برضه لسه ستيل مي بي ذير از كلوزد فراكشر كوز اسكيميا سو مي بي نيد ديسابيليتي خلاص في يعني في التريتمنت فراكشر في الرايت ليج اكيد بدليل ان هو فراكشر مأثر ريت على ليج الدورسالس بيدس. كومبليكيتد فراكشر تمام طيب دي البوسيبل ترومز بتاعتها. معلش دكتور انا حابب اقول بوليتيكوما لك بس عاملين لنا سمرايزيشن كده سوري عاملين لنا سمرايزيشن كده بعد اذنك تمام. البنت دي بوليتروما وذ مالتي اورجن زي ما الدكتور محمد بالظبط قال في مالتي اورجن involvement, tension pneumothorax, obstructive shock, traumatic brain injury, long bone fracture. ومن البرزنتيشن ده كانت الرايت الرايت ليج وفي possible blunt abdominal injury ان في abdominal tenderness وفي possible سي سباين injury عشان كان في neck tenderness. بس الحاجات الكونفيرمد وما فيهاش فصال ان في traumatic brain لان في جي سي اس involved وفي سي اس اف ليك والobstructive shock ففي chest injury واللونج بون دي ما هياش possible دي confirmed. فالبنت دي عندها حاجات confirmed وحاجات possible. طيب الوقت تريات first what kills first. ايه اللي kills first يا دكتور محمد؟ هرجع لك تاني في البنت دي اي حاجة. اول حاجة life threatening طبعا هو
حضرتك مع كلام حضرتك زي ما انت قلت summarized في البرايمر المرسيفي I will treat first what kill first according to CABB او ABC. انا في البي لقيت فيه tension named thorax, so should deal with him before I will go to the C. تمام، يعني انت حضرتك شايف ان what kills first in this scenario is tension pneumothorax، والكلام ده مظبوط. مظبوط، بس انا هسأل سؤال لحضرتك وليك كلكم، وده البول نمرة أربعة. In order to diagnose the tension pneumothorax, chest x-ray is not needed, is needed or not needed, yes or no؟ No, أمير انت for موجود؟ me. نعم يا دكتور. طب ممكن البول نمرة أربعة. Tension pneumothorax, no need for chest X-ray. تمام، تعال نشوف زمايلك هيقولوا ايه. انا مش شايفة البول يا امين. خلاص، يبقى الكونفيرمد ان هو نو، لاني لو استنيت التشست اكس راي انها تحصل البنت دي هتخش في كاردياك ارست، مش كده؟ طيب Yes. تمام. طب ايه الانترفينشن يا دكتور محمد؟ انتوا بتعملوا ايه بقى فعلا في حاله التنشن نيوموثوركس في الطوارئ؟ If tension pneumothorax, first needle decompression. بالظبط، في Till حاجة تانية alternative؟ أنا بحط needle decompression till preparing chest tube. بالظبط، احنا بنعمل needle decompression، Till ولكن preparing chest tube, بس ال definitive treatment chest tube. بالظبط مظبوط كده. طيب في حاجة اسمها chest dissection، lung dissection؟ موجود بس احنا ما بنعملوش ما بنعملوش، هو مكتوب بس احنا ما بنعملوش. طب انا زي هديك ميني سيناريو، هديك ميني ماشي. سيناريو. حضرتك حطيت النيدل وفي حد جنبك بي بريبير فور تشست تيوب، بس لسه مش جاهز، والنيدل دي حصل لها كينج، هتعمل ايه؟ بوسع يعني ايه؟ اللي هو مينيمال شيست سيراكوتومي او بجيب اللي احنا قلنا ان احنا ما بنعملوش، لكن مش ممكن نحط نيدل تانية؟ لا طيب لا، ليه؟ كودنج تو اي سي ال اس نو نيد فور اذر نيدل عشان انت في النيدل الاولانيه عملت هوا الثانيه هتبقى كينك الثانيه مش هتجيب نفس الريزيرف دونت يعني كونسيوم دونت ده ابيوز انهي تايم اي بي ال اس ده؟ ده الامريكاني اي تي ال اس في الاي التروما. تي ال اس تمام، هو انا باجب على اساس هو الاي تي ال اس اخر ابديت للتروما لايف سبورت 2021، البيدياتريك ما اعرفش حاجه عن الادلت، مكتوب فيه ان لو التشست تيوب از نوت ريدي اند ذا فيرست تنشن اند ذا فيرست نيدل از كينكت or obstructed, put another needle decompression, وإلا الولد ده هيجمع تاني نيوموثوركس، tension نيوموثوركس، وهيبقى في life threatening condition تاني، والكتاب موجود عندكم. يعني أنا عاملة أبلود للكتاب في التو واتساب جروب بيدياتريك انتنسيفست، وفي البيدياتريك انتنسيفست جروب على الفيسبوك. ده اللي أنا أعرفه. لو هو في احنا عندك حضرتك مصدر تاني انا للتروما بالنسبه لايف لي سبورت، يا ريت يا ريت تبعته لنا. طيب، فحضرتك قلت مظبوط الانترفينشن بتاع الولد ده نيدل دي كومبريشن والاميديت ثوراكوتومي اللي احنا ما بنعملهاش، والتشست درين اللي هي ديفينيتيف. نكمل. هو الالتر ماشي كنت اقول لحضرتك الالترناتيف ليها في الاستراليان احنا بنعمل ايه؟ ما بنعملش لو الاولانيه اتقفلت بنحط بيجر نيدل وبيجر نيدل زي لامبر باكشر نيدل. يعني another needle. ايوه ما بس دي بتشتغل زي اكنها زي الشيست تيوب بالظبط. طيب، بس الفكرة ان هي another needle. ايوه ما هو تمام، انا قصدي يعني بس هما بيقولوا عليها بروسيدور تانية. اوكي. طيب، بول نمرة خمسة. Would you like to intubate summer؟ احنا عملنا needle decompression وكانت successful وفي gush of air خرج، والبنت دي الشوك بتاعتها اتحسنت وطلعت هي الشوك الوحيدة. يعني حضرتك كنت highly suspicious، ودي حاجة كويسة، وبتقول ان في possible two kinds of shock، بس احنا لما عملنا needle decompression الشوك اتصلحت. دلوقتي احنا هنرجع تاني للسيناريو from A to E.
Would you like to intubate Summer, yes or no? According للسيناريو. عاوزني ارجع تاني للسيناريو، انا ممكن ارجع له تاني. انا دلوقتي الفيتال ساين اتحسنت. اه طيب الشيست تيوب اتركبت ولا ما اتركبتش؟ لا، بس النيدل دي كومبريشن اشتغلت. نيدل دي كومبريشن، اي كان نوت انتيوبيت على نيدل دي كومبريشن. You cannot intubate. طيب دكتور محمد، انا هرجع لك تاني للسيناريو. البنت دي اخبار الديسابيليتي بتاعتها ايه؟ ديسابيليتي بتاعتها ديسابيليتي جلاسكوما 10 وعندها ليكيج، هي نيد انتيوبيشن بس مش هيعمل انتيوبيشن على نيد ديكومبريشن. طيب لو انا عملت تشيست درين، هتعمل نيدل ديكمبر، هتعمل انتيوبيشن ولا لا؟ اعمل انتيوبيشن طبعا. طب قول لي انديكيشن اوف بالنسبه انتيوبيشن للطفله في دي، البنوته دي. بالنسبه للطفله دي عندها ان ايكوال بيوبل سلاجش وعندها سي اس اف ليك فروم رايت اير، اديني نيد انتيوبيشن تو كيب، عشان دلوقتي هي يعني ماسيف برينت تروماتيك انجري يعني محتاجة نيورو بروتكشن مش كده؟ ما نيورو. اقدرش اعمل نيورو نيورو بروتكشن بروتكشن without intubation. عشان تمام؟ طيب عندها ايه كمان indication for intubation هنا؟ البنت دي in severe pain، كل حاجة في جسمها بتوجعها، اقدر اديها proper pain killers without tube؟ لا تمام، يبقى هي محتاجة هنا intubation. طيب انا هكمل، بس احنا هنعتبر زي ما حضرتك قلت ان chest drain اتركبت، هي needed for intubation. Would you like to intubate؟ هي نتيجة كم؟ ليه نو؟ لا هي يس. طيب تعالوا نشوف ال indication of intubation. حضرتك اللي هتقوليها يا دكتورة. انا جايباها هنا سلايد، هي الإجابة يس. وطبعا what are the indications of intubation of traumatic in polytrauma case، وهي ال indications اهي، ده مش كلامي، ده كلام التروما لايف سبورت. فهم كاتبين ايه هنا؟ كاتبين persistent airway Airway. obstruction، هي ما عندهاش airway obstruction. Predicted دي يعني حالة جاية بيرن، فطبيعي assume ان هي، بس الحالة دي مش بيرن. loss of protective airway، احنا ما شفناش البنت دي بتكح ولا ما تكحش، دي مسد مننا. severe agitation موجودة، يبقى ده أول indication. GCS less than 9، هي 10 بس هي borderline. irregular breathing، هو ما فيش حاجة هنا irregular. persistent hypoxia despite supplementary oxygen، يعني هي عندها hypoxic element. hyperventilation breathing fast، هي يعني مش breathing fast قوي. seizures هي not expected. deterioration ايوه هي expected. pain control، يبقى انا عندي two indications of intubation for this patient. يا شباب ال traumatic brain injury مش ال indication الوحيد هو GCS، ال agitation لوحدها indication، لان ال agitation indication of severe brain irritation، واللي بيعمل البرين اريتيشن ده اسيوم دي بليدنج. فانا مش هسيبها ما يحصل لها هيرنيشن عشان ابدا اعمل نيورو بروتكشن. اجيتيشن، سيفير اجيتيشن از انديكيشن اوف انتيوبيشن ان تروماتيك برين انجري، والبين كنترول كمان انديكيشن. فالبنت دي كانت انديكيشن فور انتيوبيشن، فالاجابه كانت يس. هي بس انا ممكن اعلق بس على نقطه. انا ليه قلت بس مش هنعمل عشان الزملاء بس، ما اعرفش اتفضل. النقطه. ما ينفعش اركب اعمل انتيوبيشن على نيد الديكومبريشن، عشان لو حصل لها كينكينج انا كده اللي هدخله تاني في تنشن نيمو ثوراكس تاني، اوكي فعشان كده لازم اركب شيست تيوب الاول. تمام. طيب ايه ده؟ طيب شكرا يا دكتور محمد على النايس كومنت. بول نمبر 6 حضرتك هتجاوب، وبرضه الدكاتره معانا هيجاوبوا. You decided to intubate. What is the drug of choice for induction؟ انتوا بتintubate بايه يا دكتور محمد؟ أنا بالنسبة لي اندكتور ببنزودايزيبين وإزميرون، بس هنا بيبنزودايزيبين يعني؟ دي بنجري كيتامين. طيب يعني انت بتقول ان من ضمن الاختيارات دي احنا بنستخدم كيتامين، وفي كيتامين البول في اجماع على الكيتامين.
تمام. ليه الكيتامين superior to propofol؟ هو اولا بينزل الانتركرينيال بريشر. هو كان متهم انه بيرفعه، لا لكن لا، هو الكلام الجديد اللي هو بينزله، الكلام وعشان القديم كده مستخدمه. لكن الجديد انه ما بيرفعوش، ما بيزودوش، لكن هو ما بينزلش الانتركرينيال بريشر، لكن ما بيلعبش فيه. طيب هو بريء من انه بيزود الانتركرينيال بريشر. طب ايه عيب البروبوفول؟ البروبوفول بالنسبة لنا، هو ليه حاجة اسمها هاند برين ميكانيزم، فبيدخل في ريسبيراتوري في ديبريشن بسرعة جدا، طيب بيعمل حاجة تانية هيموداينامكالي، بيعمل هايبوتنسيف، عشان كده سيفير ما هاي بيحبوش. بوتنشن، والعيان مش عشان كده ما مضغوط، بيحبوش في حالات التروما. لكن الكيتامين بيوقع الضغط، ما بيوقعوش، ده هو بيرفع الضغط يعني. ده هو الكتاب، انا لسه هقول لحضرتك، ده اللي بنستخدمه حتى في الكونشوال سيديشن، يعني عشان بالظبط الموست افكتيف على السي. تمام. فهو الكيتامين هو الدراج اوف تشويس اوف رابيد سيكونس انتيوبيشن في التشيلدرن في حالات الطوارئ including the trauma cases، وهو كمان من الدراج اوف تشويس even for elective intubation فوق في العناية، وبنستخدمه في الكونشوال سيديشن، بس لما نستخدمه في الكونشوال سيديشن في عيان not intubated لازم يكون اللي بيعمل كده متدرب على الكونشوال سيديشن، علشان يكون عامل في حسابه انه ممكن يحتاج possible airway ويكون جنبه كراش كارت، فمحتاج كونسيدريشن، مش اي حد يديه لعيان ان انتيوبيتد. احنا بنديه في الانتيوبيشن سواء رابيد سيكونس او الكتف. فطبعا الاجابه هنا كانت الكيتامين. طيب بول نمبر 7، هاو ماني بيرسونز نيدد فور انتيوبيشن فور ذيس كيس؟ at least two. هيعملوا ايه بقى يا دكتور محمد؟ قول لي المانوفر. This is fine. تمام، يبقى واحد فيهم للسي سباين والتاني للتيوب. السي طيب سباين دي بيعمل مانوفر ليها اسمه معروف، هو ايه المانوفر اللي بتتعمل واحنا بنعمل انتيوبيشن؟ احنا شلنا البلوكس اند تيبس اول مره، شلناها عشان نعمل اكزامينيشن للنكت، احنا دلوقتي كمان شلناها كمان مره عشان نعمل اير واي اوبننج ونعمل انتيوبيشن. الشخص التاني ده عامل مانوفر ليها اسم مشهور، قلناها على فكرة في التروما كورس، الاسم ده ايه؟ هو الجيو بيعمل ثراست. ستيبل. الدكتور كاتب الجيو ثراست احنا بنفتح بيه الاير واي، لكن السي سباين احنا هنثبتها بايه؟ بمانوفر انا قلتها وهزعل كده عشان انتوا نسيتوها. طيب اول حاجة انتوا قلتوا الاجابة مظبوطة تو بيرسونز، فاحنا هنكلوز ده تو بيرسونز مظبوط، ودي المانوفر. المانوفر اسمها مانوال او باي مانوال زي ما انتم شايفين. البنوته دي جت في الاول عندنا الداخله علينا بالبلوكس اند تيبس دي. انت لو ما عندكش بالمناسبه بلوكس اند تيبس اعمل حاجه شبه وثبت، اعمل اوموبيلايزيشن. فاحنا بنشيل البلوكس اند تيبس دي فور اكزامينيشن، وانت بتعمل اكزامينيشن زميلك وانت بتاسس انك عامل البايمانوال مانوفر حتى ديورينج اكزامينيشن ديورينج ذا برايمري سيرفي، وهو بيركب تيوب انت زميلك عامل البايمانوال مانوفر. والبايمانوال زي ما انتم شايفين كده شلنا البلوكس اند تيبس واستبدلناها بايدين زميلك تو هاندز، عشان كده اسمها باي مانوال يعني يوزنج تو هاندز. ارجعوا شوفوا التروما كورس تاني عشان واضح ان انتم نسيتوا. طيب نكمل. بول نمبر 8، دكتور محمد انا هسألك، البنوتة دي محتاجة 3% سلاين يس اور نو؟ ايه، ما فيش ساين اوف انكريز انتركرينيال تنشن يا دكتور. والان ايكوال بيوبل دي ساين اوف ايه؟ هي لا، دي ساين اوف انتركريبال هيموش، بس ما اقدرش اقول عليها. الانتروسيبرال هيموش ده ما بيعملش مشكلة في البرين؟ مش هبتدي بقولك سيس كده ما بلاي، بيعملش اي مشاكل خالص؟ ما هو انا ممكن تبقى الهيموش في منطقة واحدة، وممكن يبقى في ماس افكت عشان اقدر. احنا عارفين، احنا عملنا سي تي. ما انا لسه، ما انا عشان كده بقول لحضرتك انا مش طب هقدر اخد على لما البيوبل لسه بس. اسيوم وديها ولا اسيبه كده يهرنيات لغايه ما اشوف الهرنيشن؟
انت ما بتديش في الطوارئ بتاعتك مش كده؟ لا انا بدي مانيتول. يا نهار ابيض، يعني انت معترض على 3% سلاين وبتدي مانيتول؟ لا انت بتقولي انت بتدي ايه في الطوارئ، بقول لحضرتك احنا بنستخدم المانيتول، بس انا طب بتكلم على كيس باي كيس يا دكتوره، انا بتكلم على كيس باي كيس. الحالة دي نديها في الحاله 3% ولا ما نديهاش؟ في الحاله ديت انا ما قداميش اي حاجه تقولي ان العيانه فيها انكريز انتركرينيال تنشن لحد دلوقتي غير الان ايكوال بيوبل، ودي ممكن يبقى الهيموريز ذات نفسه في وان سايد. بس وممكن طيب نرجع تاني، الاجيتيشن ده كان ايه؟ ما قلت لحضرتك يا دكتوره احنا كنا واقفين عند بعد الانتيوبيشن، الاجيتيشن ممكن يكون، سالت حضرتك بعد الهيبوكسيا هي الاجيتيشن حصل له ايه؟ انت ما ردتيش البنت عليا. اجيتيتد، هي البنت اجيتيتد، جايه اجيتيتد وستيل اجيتيتد. ايوه لا ما هو انا كنت عاوز اعرف سبب الاجيتيشن، ما انا بحط ديفيشن دايجنوزيس، ما احنا انا كمان بنرجع ما اعرفش الاجيتيشن ليه اسباب كتير. ايوه لا ما انا كنت انا قلت بعد تصليح الشك سالت حضرتك على كل الفيتال ساينز، قلت لي اتحسنت هي واتكلمنا في دايناميك الانتروفيشن. سيركيولاتوري بس شوك وكلم ريفرسد باي ذا ديكومبريشن، لكن البنت سي ان اس اجيتيتد ان ستيل ايكوال اجيتد. سلاجج بيوبل سي اس اف ليك. ادي 3% ولا ما اديهوش؟ طب عموما زمايلك الدكتور محمد قالوا هندي 3% صلاة، وانت قلت انا ما عملتش السي تي، بس هو احنا بنستنى السي تي علشان نعمل نيورو بروتكشن و3% سلاين؟ نفس الديبيت اللي حصل في السيفتراكسون، عيان التروما احنا بنديله تقريبا كل حاجه امبيريكال عشان احنا بنأسيوم كل حاجه لغايه تيل بروفد اذروايز. فزمايلك قالوا يس وهي الاجابه يس. طيب هنشوف الوقت الانفستيجيشنز يا دكتور محمد، ده البول نمره 9، سي تي هيد اند نيك، سي تي هيد نيك اند تشست، هول بودي سي تي. سي تي هيد نيك تشيست. طب نشوف ليه مش عاوز تعمل ابدومن؟ ليه مش عاوز تعمل هول بودي؟ انا بحسبها دكتوره مكتوب ابدومين مع الشيست. لا مش، انا مش دكتور كاتبه محمد هول مع التشست. اسف معلش للتدخل في المناقشه، دكتور محمد حضرتك هل الاجابات على الحاله على الداتا اللي كانت موجوده على الحاله، يعني الفايندنج اللي عرضتها دكتوره رحاب على الحاله ماشي، بالنسبة مش للحالات دي بتحتاج بنك كتير. للحالة دي، للحالة دي احنا بنحل على الحالة دي على الداتا من خلال الحالة، مش عامة. طيب تمام. يعني طيب هنشوف according to information اللي قدمتها دكتورة رحاب في السيرفي كان في abdominal tenderness ايوه، ما صح؟ انا فبناء عليه نختار، بناء عليه نختار اجابتنا باس بي دي. انا واخد بالي ان حضرتك ممكن تكون بتجيب اجابه عامه صح، ولا انا خدت بالي غلط؟ لا 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 انا شفت في الاجابات سي تي، سي تي هيد مع يعني الشيست والابدومين، انا من كتر ما بعرف الشيست مع الابدومين فجدي، بس هي بالنسبه لي البيشنت ديت هنعمل بان سي تي بان سي تي اللي هي الهول بودي هول صح بادي كده؟ سي تي. انتوا بتسموها بان سي تي. طيب البان سي تي اللي هي الهول بودي، يعني انت متفق دلوقتي مع زمايلك 90% اختاروا هول بودي سي تي. تمام. اللي بعده طبعا الاجابه كانت هول بودي سي تي. طيب دكتور محمد شايف المنظر ده، احنا رحنا السي تي هول بودي اول حاجه على الشمال، ايه رايك في السي تي هيد؟ في سب ديوغا لهوت سبديورال هيموريدج واكستنسيف مش كده، واخد كل في الفرونتال وتمبورال وواصل اهوت للاوكسيبيتال، ايه ماس رايك في افكت الميد لاين؟ ميد لاين شيفت والفنتجل مش موجوده، في ماس افكت. في ماس افكت، انا انت مستني السي تي دي تطلع بالمنظر ده عشان تدي 3% سلاين؟ لا طيب عشان كده احنا بندي اي ساينس اوف تروماتيك برين انجري احنا بندي 3% سلاين وبندي سيديشن وبنأسيوم كل حاجه. انا لو استنيت السي تي تطلع بالمنظر ده عشان ادي 3% سلاين هيخرج لي هيرنييتد،
هيخرج لي ابن السي تي بكاردياك ارست، انا ما بتحركش سي تي غير والعيان استابيلايزد. طيب حضرتك بص كده دكتور على إيهاب، ايوه دكتور إيهاب، سؤال من الزملاء. النورمال سلاين اوفر هاو 3 لونج؟ بيرسنت سلاين بولس 3 مل بر كيلو اوفر 20 مينتس، يعني وانا عماله ليه كده؟ اعمل النيدل دي كومبريشن وعندي 2 كانيولاز، ال 2 كانيولاز دول انا بستغله، واحده فيهم بمشي فيها 3 بر كيلو 3% سلاين اوفر 20 مينتس وانا شغال من الاول كده، زي ما الدكتور محمد قال كل حاجه سايد باي سايد، فانا ماشيه سايد باي سايد في التشست دي كومبريشن والنيدل دي كومبريشن، وماشيه سايد باي سايد اول ما شفت سي اس اف ليك وان ايكوال بيوبل اديت 3% سلاين فور وان اوف ذا كانيولاز، ودي طيب اهميه. السيديشن احنا اتفقنا انه يكون كيتامين، صح؟ فيتامين فور اندكشن، لكن ركبت التيوب بركب كونتينيو، ببدا كونتينيوس سيديشن وانا رايحه بيه السي تي، بس ما بتحركش بيه كونتينوس في سيديشن الدخله، بايه؟ بندي ساعتها مورفين ميدازولام عادي، لكن فنتانيل الفيتامين ينفع؟ فور اندكشن، لكن ما بمشيهوش كونتينوس فنتانيل ينفع؟ فنتانيل او مورفين. اوكي، يبقى اندكشن يا شباب بالكيتامين وكونتينوس انفيوجن بعد الكيتامين، واحنا بنبريبير للسي تي بميدازولام اوكي، مورفين اوكي، فنتانيل اوكي، الاثنين مع اكوردنج بعض. لي اكوردنج وبالمناسبة للافيلابيلتي الموجوده عنده. تمام، وبالمناسبة الاندكشن ما كانش بكيتامين بس، ده احنا كنا بندسكاس كيتامين اجينست بروبوفول، لكن الاندكشن بندي كيتامين وممكن ندي معاه ميدازولام، وبنعمل بروبر سيديشن وبندي معاه ركورونيوم. الولد ده مش مسموح كح وهو عنده تروماتيك برين انجري، ويفضل او يبقى ستريننج، احنا بندي كيتامين ميدازولام ريكورونيوم، بندي الثلاثه. لكن انا بس الديبيت كان كيتامين فيرسس بروبوفول، واحد بيوقع الضغط وواحد ما بيأثرش في الهيمودايناميك، ما بيعملش هيمودايناميك انستابيليتي اللي هو الكيتامين. تمام طيب انا هرجع تاني للدكتور محمد، ايه رأيك في السي تي تشيست؟ في رايت لانج كونتيوشن وفي نيمو ثوركس. بالظبط، يعني هيمو نيومو نيمو ما هيمو طلعتش نيومو بس. لا مظبوط نيمو هيمو ثوركس مع لانج كونتيوشن. بالظبط بالظبط تمام. ايه رأيك بقى في السي تي ابدومين؟ الليفر ده اخباره ايه؟ في ليفر انجري، في في ليفر ليفر انجري اللي هو ليفر البليدنج انجري ده اللي على الموست رايت سايد، الموست سوري اه الموست رايت سايد، في البليدنج اللي هو الحته اللي ما هياش هوموجينس اللي واخده كل اللاترال سايد اوف ذا ليفر. انتوا لسه بتسألوا على السيديشن يا شباب، احنا بندي الميدازولام اون توب اوف كيتامين مع الاندكشن، يعني ما بنديش الكيتامين لوحده، احنا بندي كيتامين بلس معلش ميدازولام. وضحيها اكتر بمثال يا دكتور رحاب، بعد اذنك. طفل 10 كيلو عاوزه 20 كيلو، عاوزه تدي له كيتامين ازاي؟ عاوزه تدي له طيب ميدازولام احنا ازاي؟ بندي كيتامين 1 مللي جرام بر كيلو، وممكن نعمل ريبيت للدوز دي اب تو 2 مللي جرام بر كيلو في الاندكشن، وبندي ميدازولام بولس معاه 100 بر كيلو مايك اللي هي 0.1، يعني لو وزنه 10 كيلو بندي له 1 مللي جرام، وزنه 20 ماشي. كيلو بندي 2 مللي جرام اوف ميدازولام، وبندي له 20 مللي جرام اوف كيتامين، وبندي معاهم روكورونيوم، نفس والروكورونيوم ده بيكون 1 بر كيلو هو كمان مش بوينت الدوز بتاع الكيتامين، سوري نفس الدوز بتاع الكيتامين يا دكتورة، عشان بسهل لهم في الحفظ. الروك زي الكيتامين 1 ان 1 تمام مظبوط كده 1 بير كيلو 1 بير كيلو بالملي جرام، والميدازولام 0.1 ده الاندكشن، ده الاندكشن والانتيو سيكونس، لان احنا البنت دي مش عارفين هي اكلت وشربت ولا ما اكلتش، وحاجة مهمة جدا جدا في التيوب بتاعت البنت دي ان احنا نركب نيزو جاستريك تيوب ونعمل اسبريشن لاي حاجة ان ذا ستومك تو افويد اسبريشن، وكمان احنا يعني الرابيد سيكونس ناخد بالنا ما نقعدش نعمل امبو باج، ما نقعدش نملى معدة هي اوريدي مليانة بالاكل، فالرابيد سيكونس فيها شوية بريكوشنز مختلفة شوية عن الإلكتيف، إن العيان ده مش صايم.
والريسك اوف اسبريشن عالي، فبناخد بالنا شويه من الاستومك. طيب نكمل. احنا دلوقتي في السي تي. السي تي شيست ديت معلش وضحيها تمام، اللي السي موجود تي فيها تشست كده. اهي ايوه الجزء الرايت لونج. هنبص على الرايت لونج، الحته الايبيك اللي هي على شكل مثلث دي نيوموثوركس، والحته والبصينا في الرايت لونج، كل البنت دي واقعه على الناحيه اليمين، وكل مشاكلها على الناحيه اليمين، عندها سي اس اف ليك من الرايت اي، وعندها بروسس في كل الرايت سايد، وعندها الرايت هايبوكوندريوم فيه بين وتندرنس، وعندها الرايت نيوموثوركس، وعندها الرايت ليج فيها فراكشر، هي واقعه على الناحيه اليمين. فلو لو هنا السب ديورال الجزء الابيض ده رايت سب ديورال، الميد لاين، انا هنا في السي تي هيد الميد لاين شيفتد تو ذا اوبوزيت سايد، انا مش شايفه اي فنتركلز في الناحيه دي، وده الماس افكت، وده منظر هيرنييتنج برين لو ما كانش اوريدي هيرنييتد. تمام، لو بصينا في التشست فوق الجزء في الرايت سايد، هنبص في الرايت سايد الجزء اللي هو فيري دارك ان كولر واسود، ده النيومو ثوركس، الرايت لونج لو بصينا في البيزل ناحية السباين هنلاقي فيها كونتيوجن متقطعة، والكونتيوجن ده بسبب الوقعة اللي هي وقعتها، فده لونج انجري اسمه لونج كونتيوجن. اللونج كونتيوجن ده لو بصينا تحته هنلاقي البلورا فيها فلويد، فالفلويد ده احنا بنأسيوم انه هيموثوركس. فالبنت دي اللي حصل لها انها لما وقعت اللونج حصل لها كونتيوجن من الخبطه، والكونتيوجن ده كان سبب البليدنج اللي هو الهيموثوركس، وكان سبب النيومو ثوركس. طبعا احنا عملنا مانجمنت للنيوموثوركس ده، عشان كده هو مش باين تنشن، باين شويه منه باقيين، لاننا ما دخلناش بالبنت السي تي وهي عندها تنشن. بس التنشن نيوموثوركس لو دخل السي تي، والمفروض ان هي ما تدخلش السي تي، هتلاقوا كل اللونج دي سودا، زي بالظبط الاكس راي ما بتبقى كل اللونج سودا، ده نيوموثوركس مانجد، احنا عملنا له مانجمنت عشان كده اللونج ظهرت. يا رب واضحه. اللي تحت الابدومين طبعا كل الرايت سايد اللي باللون الجراي ده هو الليفر، وهتلاحظوا ان الليفر فيه تو شيدز، هو لونه جراي لايت جراي، وفي جزء لاترالي هناك عند الابدومينال وول اللي هو الجزء اللي كان اقرب للارض لما اتخبطت، الجزء اللاترال ده هنلاقيه دارك جراي واخد شكل كريسنت. الحته الدارك جراي دي هي دي الليفر لاسيريشن، بيقولوا عليها سب كابسولر هيماتوما. ف كل حاجه في الرايت سايد تبع الخبطه اليمين. وبالمناسبه عشان تكونوا عارفين الحاله مع السيتيهات دي، دي مش حاله انا نقلها من اي حته، لاني مش مسموح لي انقل اي حاجه من اي حته، انا مجمعه السيتيهات دي من النت، موجودين هتلاقوهم بسهوله، ومركباهم على كيس سيناريو انا من اللي بشوفهم كل يوم، شبه اللي كل يوم بشوفه. فالبنت دي من بنات افكاري، يعني كل حاجه انا جبتها رايت سايد، وما فيش حاجه ما هياش ماشيه عكس بعضها، يعني مش هتلاقي التنشن يومو سوركس ليفت والهيماتوما هي مظبوطه كده. ف الفايندنج تاني الدكتور محمد يعمل لنا تاني عشان ما يروحش مننا summarization للفايند. summarization 12 years old. هي دلوقتي عندها suspicion C spine injury. طبعا ال CT ما فيش تعليق عليها، فما حضرتك ما اعرفش بقى. لان السي تي بيظهر فيها السي سباين انجري. يا دكتور محمد انت ايه رايك؟ السي تي لو يبقى طلعت نورمال، هنا انا هقول لك ان السي تي سباين نورمال،
هل ده بيرول اوت سي سباين انجري؟ يس اور نو؟ بالنسبة لي في الحالة زي كده بالنسبة لأي حالة في الدنيا تروم، هل نورمال سي تي is exclusive for C spine injury؟ هو الكلينيكال هو اللي يقول مع السي تي، بس السي تي لوحدها لا. بس ايه الايمجنج اللي يطلع السي سباين انجري ويقول لي هي كلير ولا نوت كلير؟ ولازم البيشنت ده محتاج حاجتين مع بعض، محتاج يعمل سي تي ومحتاج يعمل ام ار اي. تمام. لغاية الوقت لو السي تي نورمال، البنت اللي ستيل سسبكتد سي سباين انجري، صح ولا غلط؟ انا بالنسبه لي هي ستيل، انا اول ما عملت لها خلاص سيديشن هتفضل هي معانا suspected C spine injury إلى اول ما عملت لها سيديشن حتى لو السي تي طلعت نورمال ما اقدرش افك الكولر يعني هنفضل immobile. عشان الاكزامينيشن. طيب تمام دكتور محمد، بناء على السي تي هات ده اهي، قول لي المانجمنت بلان بتاعتك. طبعا هي الطفله ديت دلوقتي في انتر سيريبرال هيموريج، محتاج انت هتريفير لمين؟ احنا قلنا هي عندها ايه؟ ريفير بالنسبه تو، لي هي هتروح فين الوقت؟ هتجيب لها مين؟ هي التروما تيم كان موجود اصلا معايا البيديا سيرجري، وكان معايا تمام. النيو سيرجري والاورثو، اوكي. احنا مكملينهم من الاول. مين اللي هيشتغل فيها الوقت؟ دلوقتي الحاله ديت هتطلع الاو ار، هتطلع الاو ار سيرجري مين أول واحد هيحط إيديه فيها؟ هو النيورو سيرجن. النيو سيرجن عشان يعمل دي كومبريشن. تمام، النيوروسيرجون خدها ودخل الثياتر وبيعمل دي كومبريشن، تحب تدخل حد معاه او بعديها؟ ما لسه هقول لحضرتك يا دكتوره، اوكي بناء على باقي وانا بعمل عملت السي تي هات وشفت الريسبوند للشوك، في شوك او لا، وفي نفس الوقت باقي الصور بتاعت الليفر عشان دي صوره واحده، ابتدي احدد ان كانت هتمشي كونزرفاتيف ولا او ار مين اللي هيحدد؟ جراحه. تمام، يبقى انت هتطلب من بتاع الجراحة يعمل هو اسسمنت بيحدد اند ان مانجمنت. كان هيحتاج يدخل الاو ار ويبقى تو ست تو تيم او ار اور وان تيم بيفور تمام ريفيرنج ذا بيشنت. اوكي، يعني نيورو سيرجن ما فيهوش خلاف انه هيدخل يعمل ايه بقى؟ نيورو سيرجن نيو سيرجري هيعمل دي كومبريشن. ايفاكويشن، ما فيش خلاف عليه. انت مش محتاج جراح تاني للتشيست ده، التشيست تيوب اللي اتركبت في الطوارئ دي اي كلام، احنا مش محتاجين ديسنت تشيست تيوب. اصلا الموضوع مختلف في التروما تيم، الشيست تيوب ما بتتركب خلاص وركينج، هنحتاج الشيست سيرجري يقول رايه بس في افتر ذات، عشان دي المين تريتمنت. يعني هو كمان هتكلمه مش كده؟ هو البيديا سيرجري، هو دكتوره هو الشيست سيرجري في البيديا. بقى في حالات في مستشفيات فيها ثوراسيك سيرجن. تمام؟ طيب والابدومين هياخد بيديا سيرجري، يبقى انت كلمت كام جراح دلوقتي؟ جراحين دلوقتي في 3 جراحين موجودين، في 4 جراحين لسه، في الأورثو كمان كان موجود من الأول. تمام. الأرثو ده ترتيبه في الشغل هيبقى نمرة كام؟ ترتيب الأورثو في الشغل أو أنا أو الأورثو لو إحنا كنا موجودين، كان ترتيبه مع السي عشان في عمليا زي لما بيدخل العمليات الأورثو بيشتغل انا بتكلم على الكيس دي يا دكتوره، الدكتور بهاء قال لي اتكلم على الكيس دي بس. الحالة دي الأورثو الحاجه هيشتغل هي الاورثو هيشتغل هنا فيها امتى؟ دور ايمرجنسي، ايمرجنسي عشان في ممكن يحصل في سكيميا تمام، ويك بولس يعني الراجل ده هيشتغل as soon as possible. as soon as possible، ده من هو في سي ممكن يعمل ريدكشن عشان هي مش اوبن فراكشر، هي تمام كلوزد. اوكي، يبقى الوقت according to the previous CT refer to، احنا جاوبنا على السؤال ده neurosurgery thoracic، ولو ما عندناش thoracic زي ما حضرتك قلت البيديا هيغطي الاثنين، هيغطي abdomen and chest، الأورثو كمان علشان الحالة دي كان عندها complicated fracture، وهنكلم البيدياتريك اي سي يو عشان يستعدوا ياخدوا البنت من العمليات. مظبوط كده؟ إن شاء الله. طيب هو هي وهي داخله العمليات احنا هنبعت لها بلاد انفستيجيشنز ولا هندخلها من غير؟ حدث لها أصلاً من ساعة بارلل كل بعت حاجة لها كانت ايه بقى؟ انت ما قلت لي واحنا في السيس صحبنا لها بلاد كومبليت، بلاد كاونت وبلاد جروبينج وحجزنا تمام لها بلاد. تمام
يبقى احنا بعتنا لها فول بلاد كاونت وبلاد جروب وكوأجلوبس سكرين وبايو كيمستري. مظبوط كده. طيب دكتور محمد، شكرا لمشاركتك جدا شكرا. في الحاله الثقيله دي. دي اتقل حاله احنا ناقشناها من يوم ما بدأنا نناقش حالات يعني. تحت امرك، وانا سعيد جدا معاك، واسف لو في اي حاجه من لا ناحيتي. لا، مفيش حاجه، بس بس زي ما الدكتور بهاء قال لك، احنا بنبراكتس كيس سيناريو، وممكن حضرتك تكون معلوماتك واسعه جدا جدا، بس احنا مضايقينها على قد السيناريو بتاعنا. ماشي، انا اسف، ما فيش مشكله. لا ابدا لا ابدا، احنا بنشكرك متشكرين، شكرا لحضورك، شكرا شرفتنا، لك. وكمل معانا يا دكتور محمد لو سمحت. ان شاء الله انا معاك اهوت، انا ممكن اخد الكيس اللي بعدها. لا احنا عايزين كانديديت جديد. طيب مين يا جماعة؟ مين؟ طيب اتفضل. اتفضلي يا دكتورة، ما هتكلمي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي عرفينا بنفسك. دكتورة مها عبد الغني، مستشفى أوسنا في المنوفية، اهلا أخصائية. اهلا وسهلا. المستشفى بتاعتك فيها تستقبل حالات تروما يا دكتوره مها؟ أيوة، طب ده حلو، على الطريق، ده على مستشفى الطريق الطب. الزراعي. مستشفى طوارئ وسنا اللي على الطريق الزراعي، ايوه الزراعي. يعني انتوا كل حاجه بتيجي عليكم. تمام. تمام طيب حلو خالص. وانتي بتنزلي؟ طبعا. طيب حلو خالص، يعني انت عندك جود اكسبيرينس ان بيدياتريك تروما. تقريبا. لا اكيد. طيب دكتوره مها، يو ار اتندنج ابيدياتريك كود بلو فور a 14 year اولد سويمر جيرل. وخلي بالك من كلمه سويمر دي، بنت عويمه بتعوم، بتعوم كويس. ايه اللي البنت دي جالها؟ دراونينج ان سويمنج بول during her training session، يعني وهي في التدريب غرقت. As she had been left unattended for several minutes in the deep end of the pool، يعني غرقت في الغريق. While her lifeguard on duty and the coach have been chatting away from the pool، يعني للأسف البنوتة دي بتتدرب في حمام سباحة مخصص للبنات، ومعاها لايف جارد ومعاها المدربة بتاعتها، الاتنين ستات راحوا على جنب كده وراحوا يتناقشوا في أي حاجة irrelevant، بيتناقشوا في طريقة عمل المسقعة مثلا. وأنا مش بتريق، علشان دي حاجات احنا شفناها، يعني شفنا حاجات زي دي في السويمنج بولز، إن الكوتشز كتير بياخدوا بعض وبيروحوا في أي حتة وبيسيبوا البنات دول لوحده. هما مشيوا والبنت دي وقعت في الغريق. بعد كده she has been found with her face down، وقعت على وشها في السويمنج بول after 10 to 15 minutes. احنا مش متأكدين من الوقت، بس 10 to 15 minutes دي تقريبا صاحباتها زمايلها البنات قالوا احنا آخر مرة شفناها في وسطنا كان من 10 دقائق لربع ساعة، مش أكيد. by her mates who shouted for help، صحابها لما شافوها and managed to pull her out from the deep water. She had a confirmed cardiac arrest, no pulse. وهو اتعمل لها، هما بقى لما عملوا shouting أخيرا اللايف جارد وصلت يعني، and she had a CPR immediately by the lifeguard، واللايفجارد دي BLS trained، ودي حاجة كويسة. and she had ROSC after 4 minutes، يعني بعد 4 دقائق حصل لها return of spontaneous circulation. أنا ليه بس معلمة بالعلامات دي؟ علشان كل كلمة متعلم عليها ليها analysis في الحالة دي، وهنرجع لها تاني. without any adrenaline 4 دقائق بس عملوا سي بي ار، فالبنت دي رجعت. بعد كده she's arriving to the emergency department by ambulance in 10 minutes. يا رب الدكتور امير يكون لسه معانا.
بليز سيت اب يور تيم. يعني انت يا دكتوره مها التيم ليدر، وانا بطلب منك انك تختاري تيم. ف التيم بول نمبر 10، does she need a trauma team or a medical team؟ الشباب بيجاوبوا، دكتورة مها اللي راحت مننا. لا انا معاكم. طيب انت هتعملي تروما تيم ولا ميديكال تيم يا دكتورة مها؟ ايه رأيك؟ I think both of them. هو تيم واحد، انت هتجيبي التيم بتاع التروما اللي كان مع الدكتور محمد من شوية، ولا هتجيبي تيم ميديكال؟ يعني هيبقى ميديكال. في جراحين في الحالة دي ولا مفيش جراحة؟ لا ميديكال تيم. طب نشوف زمايلك هيقولوا ايه. طب ليه يا دكتورة مها مش هتجيبي جراحين؟ البنت دي مش محتاجة نيورو سيرجيون؟ محتاجة نيوروسيرجن عشان اكسلود ان ممكن يكون حصل هيد تروما هي اللي ما سببت انت لها قلتي هو. طب ليه هتجيبي ميديكال تيم لما هي محتاجه نيورو سيرجن؟ ده قبل ما تيجي. يعني مفيش اي هم ساين. قالوا حاله غرقانه في السويمنج بول. غلط. تروما هي تيم ولا ميديكال تيم؟ انيشيالي ميديكال. ما هو انيشيالي ميديكال، يبقى التروما هيجوا متاخرين. انا بسيت اب تيم، انا الحاله جايه في الاسعاف في 10 دقايق، واقولك احنا جايبين بنت منتشلينها من السويمنج بول، وانتي مسؤولة عن تكوين تيم. هتكوني تروما تيم ولا ميديكال تيم؟ كل الحالات اللي غرقانة في البول مش دي بس. تمام اوكي تروما تيم. طيب هو زمايلك اختاروا 54%، هم يعني كانوا تروما تيم و46% ميديكال تيم. طيب هي الإجابة يا شباب تروما تيم، واحنا بنقول السيناريو هيظهر ليه تروما تيم. دكتورة مها اي بي سي she's now in the برايمري legal zoom سيرفي. appearance she's covered by blankets. يعني الدنيا مش واضحة قوي، هم لفوها بالبلانكتس عشان ال warming and wet clothes have been removed and she's breathing she's dyspneic with work of breathing. ودي حاجة كويسة ان يعني هي مش ما عندهاش ابنية يعني. and she's blue in color. طبعا ال identification بتاعتك at this point from the first 5 seconds. انت شايفة حاجة قوي، البنت مغطية ببلانكتس يعني بس breathing. cyanosis. she's blue in color. البنت cyanosed. تمام، هتعملي ايه بقى؟ hands on. احنا بنعمل ايه عشان الهاندز اون؟ عموما في كل حالات الامرجنسي السلايد قدامك ايه؟ دكتورة ما انت معانا؟ ايوه هنحط البيشنت على 100% اوكسجين و continuous monitoring pulse تمام، oximeter هنبدأ ايه اس بعدها؟ جي ليدز تمام كاف او بلاد بريشر. بالظبط، ده اللي بنعمله لأي تمام حد. وبعدين أبدأ بقى ال ABC. تمام. طيب برايمري سيرفي، وانا جايب لكم تروما برايمري سيرفي عشان انا مصممه انها تروما كيس بس هيظهر دلوقتي. طيب no bleeding for A and C. C spine is immobilized by blocks and tapes. Airway is full of watery secretions. And she's unable to get rid of these secretions as she has no effective cough, weak cough. ايه رأيك بقى في الـ airway ده؟ لا unsecure airway بالظبط، ايه اللي فيه unsecured؟ اللي هو الكاف ريفليكس. cough reflex. البنت عندها weak cough والsecretions كتيرة فهي unable to clear her airway. تمام، ففي consideration هتتحط هنا initially. طيب next is B. Her saturation is 88% on high flow oxygen 88 and respiratory rate is 50. She has a work of breathing and her lungs are full of coarse crepitations. ايه رأيك في ال breathing؟ هتحط على اكسجين. هي اوريدي على هي اكسجين على بس دي اكسجين سات هاي فلو باي اكسجين 88%. و 88%.
respiratory distress. او failure واللونج فول اوف كور كريبيتيشنز. طيب circulatory wise her heart rate is 120, her blood pressure is 80 over 50. She has, ايه رايك في البلاد بريشر ده بالمناسبه؟ ايه رايك في البلاد بريشر ده؟ لو كنت ايش البنت من 12 ل 14 سنه، البنت دي احنا نو قلنا كام سنه؟ البنت دي 14 انت 14 year. طيب اي وضغطها 85 سيستوليك، ايه رايك في ال 85 سيستوليك ده؟ فورتينير For 14 year old، ايه رايك في ال 85 سيستوليك ده؟ hypotensive for her age low بالظبط. هي كمان عندها weak pulses in the early and her capillary refill is 3 seconds and she has cold extremities and she has two wide pores cannulas in place. She received already 10 ml per kilo crystalloid by the paramedics. And blood gas was sent from one of these cannulas. يعني كان في bleeding back cannula فبعتنا منها initially blood gas. تحبي تعملي حاجة في السيركيوليشن دي؟ دي compensated shock a second bolus of normal salad. هندي cautiously a second bolus. طيب CNS wise she's responsive to painful stimuli. وهسألك هنا يا دكتورة مها، responsive only to pain equal to GCS كام؟ وهسأل زمايلك كمان يكتبوا في الكومنتات. وأنا بالمناسبة قلتها في التروما اللي فاتت، عشان كده بقول لكم شوفوا تاني التروما. around above 8 او Above around or 8 above دي يعني انت مطمنة قوي، هي يعني responsive only لا to يعني pain، about 9 يعني هي 8 responsive only to pain equal GCS of 8. طيب pupils are equal and blood glucose is 250. exposure wise she has a core temperature of 33.5 and she has abrasions on her face. الابريجنز دي تخوفك من حاجة؟ يعني تطمنك ولا ما تطمنكيش يا دكتورة مع ساين اوف الابريجنز؟ تروما طيب وهي وقعت في الميكانيزم، وقعت على ايه؟ لان ان فيه تروما وقعت على وشها، هيت ووشها تروما جاي متخربش، ها؟ فتيك كير. وكمان الجي سي اس بتاعها لو. طيب البنوتة دي الكور تمبريتشر بتاعتها احنا قلنا ان هي 33.5. الفيرست بلاد جاس طلعت اهي بسرعة لانها فيري كويك، بي اتش 7.01، سي او 2 از 65، بي او 2 از 60، باي كارب از 9 اند لاكتيت از 6 اند هير صوديوم از 125 اند هير بوتاسيوم از 3.5. في نوت جات لنا، البوليس اتصل بالمستشفى وقال لنا ان الكونفيرمد سبميرجن تايم كان 10 مينتس، وده لقطوه بالكاميرات. الكاميرا رجعوها فلقيوا ان البنت دي من ساعه ما كانت فوق الميه لغايه ما البنات اكتشفوها وخرجوها كانت 10 مينتس، فكونفيرمد سبميرجن تايم 10 مينتس. وانا دلوقتي عايزه اسالك عن your impression بالترتيب كده، امسكي لي كل واحد في دول وقولي لي ال identification بتاعك. دكتورة ما سمعيني صوتك، انت معانا؟ دكتور أحمد ممدوح ممكن يخش يكمل مكانها هي دكتورة مها بعد الدكتور الكهرباء قطعت عليها ولا ايه؟ سوري يا دكتورة بس النت كان الايدنتيفيكيشن سيستماتيك، امسكي لي سيستم سيستم وايدنتيفاي الحالة دي. أول حالة قبل ما نمشي سيستماتيك،
البنت دي لو رجعنا تاني للميكانيزم هنا هوت للكيس سيناريو، انا هرجعك تاني للكيس سيناريو. البنت دي قبل ما البوليس يكلمنا كانت ويتنسد اور ان ويتنسد دراونينج بالسيناريو ده، ده مهم. هي لما وقعت اختفت وما شافوهاش ولا غرقت قدام اصحابها؟ unwitnessed. ان ويتنس، دي اول حاجه. ده جود ولا بور بروجنوسيس؟ بور تمام. تاني حاجه الافريج تايم اوف سبميرجن، السبميرجن تايم مور ذان 10 مينتس، 10 مينتس على الاقل لغايه ما البوليس كونفيرمد او بعد ما البوليس كونفيرمد 10 مينتس، جود ولا بور ساين؟ بور ساين برضو. تمام. دي تاني حاجه، انا لسه في السيناريو ولسه ما حطيتش ايدي عليها وعمال اقول امبريشن وايدنتيفيكيشن. لما هي خرجت كانت confirmed cardiac arrest، good ولا poor sign؟ بور ساين. تمام. طيب هل في poor signs تانية في الميكانيزم of drowning في السيناريو؟ الفيس ابريجن دي ممكن تكون هي كانت دايفنج هيد ان داون فمع فاينل انجري. تمام، البنت وقعت على وشها فولينج اون هير فيس، دي بتعمل كويري انها ممكن دي تكون دخلت في تروماتيك برين انجري، وابريجنز اون هير فيس بيزود الريسك اوف سي سباين تروما. انت موافقاني على الكلام ده ولا لا؟ تمام. تمام. هو مين بس اللي بيرد عليا دلوقتي؟ مها انت لسه معانا؟ هو أنا اللي برد وفاء. طب هي مها راحت فين؟ أنا مش عارف. طب هو الدكتوره النت مها ضعيف فين؟ من الدكتورة معاها. ايه؟ غالبا النت disconnected. ضعيف من الدكتورة معاها. انتوا شايفين ان هي disconnected قدامكم؟ طيب لو الدكتوره مها disconnected ممكن candidate جديد يكمل معانا؟ حضرتك وفاء مين؟ وفاء اللي بدأت معانا الحاله؟ وفاء اللي بدأت معاكي أول حاجة. احنا عايزين كانديديت جديد. شكرا ليكي يعني ان انت عملتي بيك اب بسرعه، بس احنا عايزين كانديديت جديد. دكتور أحمد ممدوح اتفضل. طب اتفضل. أمير افتح المايك لدكتور أحمد بعد إذنك. دكتورة رجا، دكتورة رجا، دكتورة رجا تفضلي. مساء الخير. أهلا وسهلا، عرفينا بنفسك يا دكتورة رجاء. دكتورة رجاء من الأردن، أهلا وسهلا. أخصائية بس أنا مش كثير يعني بتعامل مع الأكيوت كيسز، يعني طب دائما إن مع شاء الله، الكولد. إن شاء الله تبقى خفيفة عليكي بعد الحالة دي. إحنا كنا أنا بحب أرجع لهاي الأشياء. أول إشي حالتنا، خلينا نرجع أول إشي إنه الفيس تروما تمام هو تعطيني في فكرة إنه ممكن برين إنجري تمام وسباينال سيرفايكال سباين فراكتشر، ممكن تعطيني بالظبط، فكرة. يعني أي حالة عشان هيك هي ها شي هاز ويك كف. بالظبط. طب ما أنت شاطر أهو، أمال ما بتتعامليش مع أكيوت، شكلك كده بتتعاملي مع أكيوت. ف نص، لا يعني مش بقلب الحدث، عرفتي؟ عن طيب بعد. تمام تمام النوتة دي، النوتة دي لقيوها واقعة على وشها ولقيوا نعم. انجري وشها، لما تلاقي حال دراونينج وكاردياك ارست وواقعة على وشها عندها انجري على وشها، ده بيريز الكونسيرن فور مدلل، يس مدلل، مدلل تروماتيك برين يعني، انجري بلس اور ماينس سي سباين يس انجري، يبقى دي اول يا حاجة في الدنيا. السبميرجن يا تايم ايه الكات بوينت عندنا؟ 10 مينتس. طب البنت دي على الأقل كانت 10 minutes. أي تاني يا حاجة؟ البنت دي كانت unwitnessed وقتها، دي تاني يس حاجة. which is البنت poor دي yeah بالظبط، البنت دي
confirmed cardiac arrest. فدي الحاجات اللي جمعناها من السيناريو. هنرجع تاني للحاجات اللي في البرايمري سيرفي. دكتورة جاي نعم عدي لي كده from A to E وقولي لي الفايندينج. Yes, she has weak cough. She has low, low saturation with hypotension. Yes. Hypoxia despite of oxygen, ده اللي تقصديه. Yes, despite تمام. of, يعني, yes, يعني she is in respiratory or lung failure. تمام. Yes, she is in shock, يعني confirmed by capillary refill time, which is more تمام. than 2 seconds. Okay. In اوكي. addition, she has she has hyperglycemia, transglycemia تمام. due to trauma, تمام. and she has metabolic acidosis, respiratory acidosis. Sorry. هي هاب ميكس بصراحة. Yes, mixed. Yes, mixed. تمام. Both. Yeah. Yes. ايه رأيك في Length. الدي Yeah. responses to pain؟ Yes. And she has low sodium. hyponatremic. تمام. Hyponatremia. Hypo, borderline hypokalemia. لا دي 3.5 ده نورمال. Yes, borderline, border. يعني تمام. border بين, yes. اوكي. وسي ان اس وايز البنوته دي اخبارها ايه من ناحيه الجي Yes, سي؟ she Glasgow Coma Scale was 8. يعني البنت دي Yes, she needs mechanical ventilator. Huh? اوكي. طيب يبقى احنا كده هنجمع الامبريشن. فالامبريشن في الدراونينج ما بيبقاش بس امبريشن متاخد من البرايمري سيرفي. Yes. الامبريشن اوف دراونينج بيتاخد من الكيس سيناريو السبميرجن تايم، ده Yes. لازم يبقى كونسيدرد معايا. Yes. وهي كانت واقعه على ايه الميكانيزم Mechanism of trauma. دراونينج وقعت. Yes. طيب هي ارضيه السويمين بول دي، ايه الفرق ما بين ارضيه السويمين بول وارضيه البحر؟ البحر may be full of sand. Here, يعني لا. طريه، Yeah, لكن طريق. ارضيه السويمين Yeah. بول دي ايه؟ Yes, hard. هارد. Harder. فانا Yes. بسسبكت السي سباين والبرين اكتر مع السويمين بول. Yeah. تمام. واللي اكد لي انها وقعت على وشها وان في ابريجنز. عشان كده انا لما طلبت الاول تو سيت اب يور تيم، احنا اخترنا انهي تيم؟ Neurosurgeon. تروما تيم. تروما تيم. تروما يس تيم. تروما طيب تيم. ليه انا تعمدت اجيب الحاله دي النهارده؟ لان اي حاله دراونينج اسيوم ان هي تروما تيل بروفد اذروايز. والا لا، هو صحيح حالات السي سباين في الدراونينج بوينت ما اعرفش كام بيرسنت، بس البوينت بيرسنت ده لو بس دي منك هيكمل حياته كوادريبليجيك. يعني you mean you just go to extreme, مش عرفتي؟ اكستريم في يعني السيناريو ده لا بقى. لا, مش the rarest and the most risky problem, يعني عشان تلغيها وبعدين تروحي على الأحسن منها, تمام. على يبقى الأخف. الحالة دي Yes. يبقى حالات الدراونينج اللي بيستقبلها يعني انا مش هقول لكم في اوروبا والدول المتقدمة، الدراونينج في الخليج بيتعامل معاه الترومتي. حلو. الدراونينج في مستشفيات كتيرة من الميدل ايست بيتعامل معاه الترومتي. حالات الدراونينج حالات تروما until proved otherwise. والدليل اهو ايه، يعني هل الهايبوكسيا لوحدها كان اكسبلين ان الجي سي اس بتاعها 8؟ نو, لا. يبقى يعني في مشكله تانية، والمشكله التانية دي ممكن تكون تروم. يس. تمام. فاحنا دلوقتي هنجمع وهايبوثيرميا كمان عندي, كمان in طيب addition. Yeah. اوكي، هنجمع الامبريشن النكست سلايد. هنا الامبريشن بتاعنا زي ما الدكتوره رجاء قالت لنا، دراونينج والدراونينج ده سبميرجن تايم كونفيرمد بالبوليس ان هو 10 مينتس. فريش ووتر هو ميه السويمنج بول، هو انهي احسن يا دكتوره رجاء، ميه السويمنج بول ولا ميه البحر؟ هلا قرأتها جديد يعني زمان بالساينس اوف هما الاثنين، هما الاثنين زي سيئين، بعض, ما في فرق الاثنين بيناتهم. سيئين، بس سيئين. الفريش احسن شويه.
طيب اوت اوف هوسبيتال كاردياك ارست، الترمينولوجي ده يهمنا؟ هو في فرق ما بين البروجنوسس بتاع اوت اوف هوسبيتال وان هوسبيتال؟ ايه رايك دكتوره رجاء؟ يس بتخيل يس، يعني غير لما يكون انترا هوسبيتال، يعني بيكون سرعة ردة الفعل للطاقم بالظبط، التيم يبقى والمونيتورينج. يعني البروجنوسس بتاعه بيكون اسوأ، يعني ده ريسك يس فاكتور. اسوء. يا تمام، لكن هي فورتشنتلي ريتيرند ريسك افتر 4 مينتس، دي كمان بناخدها من الاعتبار. بوسيبل سي سباين انجري احنا قلناها، سيفير اسيدوسس الدكتوره رجاء قالتها، هايبوكسيا ديسبايت ذا اف اي 2، دي حاجه تطمن ولا ما تطمنش؟ لا ما بتطمن هاي، لا لا لأنه لا. اللنج فيلير. يس تمام، هايبوثيرميا. طيب هسألك يا دكتورة رجاء، ايه الرقم بتاع التمبريتشر اللي نخاف عنه؟ وانتوا كمان اكتبوا في الشات اي رقم. لا اتخيل هايبوثيرمي 32 تمام، 32. يس طب تملي كل احسبه. كمان 32 35. طيب 30. طب شكرا على اجاباتكم، انا بس هتكلم هنا شوية. لو العيان ده في كاردياك ارست، اللي هم لما جروه واخدوه حطوه جنب اللي سويمنج بول وبداوا له السي بي ار، البيدياتريك ادفانسد لايف سبورت 2021 عامله ابديت للكارديو بالمونري ريسستيشن اللي هي بي ال اس، مش ادفانسد، ده بيزك. بيزك دي يعني الشعب المفروض يكون عارفها، ما بالك انت كدكتور. فانا بنصحك انك تروح تقراها تحت لو عنها، او هتبقى موجوده في الورق اللي مرفوع في كل حته معاكم، هتلاقوها موجوده اندر كارديو بالمونري ريسسيتيشن فور بيشنت اوف هايبوثيرميا. هو مش كاتب دراونج علشان يشمل كل الهايبوثيرميا، هو عامل لها الجوريزم، والالجوريزم ده اكوردنج تو ذا تمبريتشر. انا مش هقوله النهارده لاني انا النهارده بتكلم موقعنا الجغرافي هو الطوارئ، وهي جت بروسك تبع السيناريو، فانا مش هتكلم في سيناريو تاني. بس الحاله دي انت لو شفتها كدكتور بيشتغل في فندق في ريزورت في الغردقه، وانت بتشتغل فيه دكتور، انت ليك الجوريزم ابديتد بال الاي بالانس، الالجوريزم ده اكوردنج تو ذا تمبريتشر ات ذا سين، وقت السي بي ار، امتى تعمل سي بي ار، امتى تعمل بوز للسي بي ار، امتى تدي ادرينالين، امتى ما تديش ادرينالين، امتى تعمل سبيسنج للفريكوانسي اوف ميديشن اكوردنج تو ذا تمبريتشر. اكتر تمبريتشر بنقلق منها وقت الكارديو بالمونري ريسستيشن هي تمبريتشر ليس ذان 29، اللي فيها الادويه ما بتشتغلش، والمايوكارديوم ما بيرجعش، فلازم نعمل وورمينج. طيب وبطريقه معينه، والبي ال اس له طريقه معينه، وال 33 تو 35 له ريكومنديشنز، وانه بيعمل سبيسنج الادرينالين. انا مش هقول التفاصيل، انا عايزاكم انتوا تقروها. واباف 35 هو انسان طبيعي، ده وقت الارست. طيب هو خرج من الارست وريتيرند سبونتينيوس سيركيوليشن، والقلب شغال وزي الفل وما عنديش اريزمز، الكات بوينت فور وورمنج في مدارس، في مدارس بتقول ان 33 اند اباف از اوبتيمال في الحاله دي، لانه هو هيساعد في النيورو برودكشن. في ناس بيقولوا لا، انا اقل من 35 انا مش هسيب العيان ده اقل من 35. فالكات بوينت اللي الجميع متفق عليها انه ما ينفعش نسيب العيان less than 33 degrees. النقطة دي تمام، البنت دي جاية 33.5، فاحنا مش قلقانين قوي، عاوزين تعملوا وورمنج، مش عايزين، انتوا براحتكم. طيب يس انت قلتي ان عندنا الكترولايت امبالانس، طلعتيها من البلود جاس، وقلتي ان في ستريس هايبر جلايسيميا، وفي عندها لو جي سي اس. نعم وانا كاتبه لكم بين قوسين ان اللو جي سي اس في الدراوننج از نوت اولويز سكندري تو دراوننج، تيك كير. علشان كده احنا منزلين تروما تيم. نكمل، انت لسه معايا يا دكتوره رجاء؟ نعم بليز انترفيو المانجمنت بتاعك، ولو عايزه نرجع تاني للسيناريو وتمشي معاهم واحده واحده كده نرجع. أهم واحدة إحنا حكينا التيم نيورو سيرجن وستيبلايزيشن لل
السي سباين، وبعدين انه نحاول تسكيور الاير واي يعني انت انتوبيشن. هتعملي انتيوبيشن. يب تمام، التيوب يس بتاعت البنت دي كافد اور ان كافد؟ عمرها كفت مش بالعب، بالسيناريو دي حالة. بالظبط. تمام، حالة دراونينج ممكن تدخل مننا في اي ار دي اس، ده غير ان عندها هايبوكسيك برين انجري، مش كده؟ يا بس يا اهو. كفت طيب يس ممكن تكون تروماتيك كمان. طب احنا بنعمل نيورو بروتكشن بكافد اور ان كافد؟ I'm not sure. طب شكرا على اجابتك والله. احنا النيورو بروتكشن واللنج بروتكشن واي ميكانيكال فنتيليشن محترم ما ينفعش بانكافد تيوب. الانكافد تيوب ان بيدياتريكس ما عدلهاش اي وجود ولا اي استخدام غير في حاله واحده بس، هي الانتيوبيشن فور ابر اير واي اوبستراكشن. يعني هو اوريدي عنده سيفير سترايدور كروب، عنده سابجلوتيك ستينوسيس وهي انستيكوب، الأشياء يعني. أيوة عنده اي مشكله، فهو مش ناقص الكاف. يعني هو اوريدي في ابر اير واي اوبستراكشن، فبستخدم له يس انكافد تيوب. فيما عدا ذلك اي عيان عاوز تعمله ديسنت ميكانيكال فنتيليشن، انت هتبقى unable to properly oxygenate and ventilate with uncuffed tube، لان هيبقى فيها ليك وهتعمل لك مشاكل. وانت لو البنت دي السيناريو ده دخل منك في ERDS ومحتاج تعمل lung protection، واحنا شرحنا ال lung protection وال ERDS في تاني محاضرة ERDS، شوفوها، وقلنا انها بتحتاج cuffed tube. طيب لو البنت دي دخلت منك في تروماتيك برين انجري او في هايبوكسيك برين انجري وهي سسبتبل للاثنين، فانت هتعمل نيورو بروتكشن، والنيورو بروتكشن محتاج كافد تيوب. خلصنا من التيوب، كملي يا دكتورة. فنتيلاتوري لونج، بحاول اعمل سكشنينج للسكريشنز الموجودة. احنا ركبنا التيوب خلاص، والتيوب هي سكيور اير واي، وعن طريقها هنعمل سكشن. يس ventilatory wise in this specific situation according to your impression are you going to neuro protect or lung protect, what's your priority? اللانج بروتكشن يس طب والبرين الهايبوكسيك و susceptible traumatic ده هنعمل فيه ايه؟ هلا. انا لو عندي تو اورجنز واحد فيهم يعني هلا انا عندي مشكلتي اللانج نفسها، بدي ازيد الاكسجينيشن تاعها، ما بحاول اكون وسط ما بين هون وهون ولا لا؟ هتقدري تعمليها؟ لا دي عايزة استشاري عناية معلم شغال بس بقاله يعني 30 سنة يعني هون ومتخرج. انا عندي سي او 2 ريتينشن يا قلبي، طيب انا عندي سي او 2 سي او 2 ريتينشن، اي هاف تو يعني عشان اخفف، يعني انا حتى نيورو بروتكشن اي هاف تو انكريز الريسبيراتوري ريت نوعا ما تمام، بالهاي، ده اسمه ايه بقى؟ انهي فنتولاتوري جولز؟ بحيث انه يكون عندي انا اوصل السي او 2 اراوند 30 تو 25 مش 25، 35، قلت 35 30. تمام، يب ما 35 ده نيورو بروتكشن ولا لانج بروتكشن؟ يا نيورو بروتكشن نيورو بروتكشن. يبقى يس احنا عندنا الفنتولاتوري جولز، يعني لو انت عندك مور ذان وان سيستم affected your priority is to protect the brain first، برين يس وبعد كده نشوف اللونج. يا هنمسك العصايه من النص، بس لو انت اكسبرت امسك العصايه. احنا عملنا انتيوبيشن وفنتيليشن. بالنسبه للسيركيوليشن بتاعت البنت دي، انا عايزه ارجع للسيناريو. البنت دي كانت تاكي كارديك واديناها بولس فلويد. لو اخذت بولس مع الاسعاف واخذت بولس معانا، لو ستيل هايبوتنسيف هتدي بولس ثالثه ولا هتتصرفي فيها ازاي؟ راح ارجع اعطي بولس، يعني انا مشكلتي بديش لغايه يصير عندي، امتى؟ لغايه يعني امتى؟ انا مشكلتي عندي انا الهايبوناتريميا بضل خايفه منها على اساس صياده. طيب ولما عندك هايبوناتريميا تفضلي تدي في فلويد كده مفيش حاجه تظبط لك الضغط ده؟
هلا ممكن انا اعطيها تون الانوتروبس يعني يعني هتبقى considered inotrope versus vasopressor، مظبوط كده؟ فيزوبريسور. يس طيب في السي ان اس نعم انت عملتي intubation وده كويس عشان السي ان اس وعشان الاكسجينيشن وعلشان السي او 2 اوبتمايزيشن، ايه يا تاني في السي في السي ان اس في باقي الحاجات دي محتاج نظبطه؟ الهايبونترمية دي هتعملي فيها ايه؟ الهايبوناتريمي هي هاي، عشان هيك انا عند بخاف من طلعيها ازاي؟ السيلة. ايذر بعطيها 3% سلاين زي ما حكيتي اول. تدي 3% 3 بير كير عادي مفيش يس مشكلة. يس تمام، يس انت ليه عمالة تقولي السيادة؟ هي مش البنت دي شربت مية فريش ووتر؟ يب. يعني بتضلها ببالي على اساس انا في عندي برين انجري. تمام حلو، بس يعني بتاخد ساعات كده، لكن ايه الحاجة اوكي اللي immediately عملت dilution للسيركيوليشن في السيناريو يس، ده؟ اللي فريش ووتر. يا فريش ووتر، هي مش يس فالفريش ووتر عمل دايليوشن ابسوربت وقعد يس ربع ساعه ولا 10 دقائق تحت الميه، شربت ميه كتير. طيب يبقى انت اوكي هتدي 3% سلاين هنا، مظبوط. الهايبوناتريميا هتعمل لها وورمنج؟ هلا ما انا عندي انا الجول للورمينج. يس تمام، ايه التارجت يس بتاعك؟ تارجت تاعي 35. ما احنا كان اند اباف، اند لكن برضو افويد هايبرثيرم يعني يس نورمال. يعني اراوند يس. طيب في حاجه تانية نديها للبنت دي؟ هي مش محتاجه سيديشن، هي معنى ان هي جي سي اس 8 ما نديهاش سيديشن؟ يس بين كيلر سيديشن اند بين كيلر. يس اوف كورس تمام، يعني نيورو بروتكتيف ميجرز. اوكي، يس. وهنوديها فين بقى؟ الاي تمام سي يو، I نوديها will call the team ICU تمام. and I will send her for ICU. طيب هي هتروح الاي سي يو وهيعمل لها نيورو بروتكشن، ولو قدروا يعملوا لها لانج كمان مع النيورو هيعملوا لها. البنت دي ايه الانفستيجيشنز يا دكتوره رجاء اللي تحبي تعمليها لها؟ First of all, I need to do for her brain CT scan. سي تي ولا ام ار اي؟ وانا هطلب من زمايلك يشاركوا معاكي بالكومنت. هلا as يعني as it is not stable, can I do MRI? It's more preferable to do MRI to check. طيب هو في specific consideration لحالات الدراونينج ان هم اهم حاجه اول حاجه حصلت لهم submersion 10 minutes hypoxic brain. Yes. الهايبوكسيك برين يظهر في السي تي؟ لا. يظهر في الام ار اي. ام طيب ار اي more في سباين specific. انجري تظهر في السي تي؟ لا ام ار اي. احنا بنستابيلايز الحالات دي وبندخلهم الاي سي يو ات سام بوينت، يا بننزلهم الام ار اي. الام ار اي دي بتبقى اسمها بروجنوستيك علشان يشوف الهايبوكسيك انجري والبروجنوسيس بتاع المستقبل، ولو فيها تروما هيظهر في الام ار اي ولا لا؟ بيظهر طبعا. يظهر طبعا. يبقى الام ار اي في الحاله دي غطى كل حاجه، غطى يا الهايبوكسيك انجري but بتاع not الدراون. emergency، ما راح احطها فور، يعني مش راح هيبقى تكون ايمرجنسي، urgent urgent not emergency. الام ار اي مش ايمرجنسي، هو elective at some point to be considered. يا تمام، هو مين اللي يقرا الام ار اي ويقول لي البروجنوسيس بتاع البنت دي كويس ولا لا غير النيوروسيرجن؟ نيورو راديولوجيست بيكون. طب والنيورولوجي ما يقولكيش حاجه عن البروجنوسيس بتاعت البنت دي؟ يس طب ملوش دور تاني؟ البنت دي كانت سويمر ولا ما كانتش سويمر؟ هو انا ليه هنا علمتلك على سويمر باللون الاحمر؟ هلا ايه اللي يخلي سويمر تغرق؟ هلا ممكن صار عندها عاوزين فيت، يعني هلا صار عندها يعني ايفنت صار ديورينج عندها سويمينج. ايفنت غرقها، بالرغم يعني الايفنت ده يب ممكن يكون ايه؟ يعني ممكن يكون يعني صارت كوم اريثميا، صار عندها كونفولجن، يعني اي تمام، شيء سيجر. يس الاريزميا والكونفولجن مين اللي يعمل لهم اكسكلوجن او دايجنوسس؟ كارديولوجيست والنيورولوجيست. يعني الحاله دي محتاج مالتي ديسبلينري تيم ولا مش محتاج؟ يس يس تمام نيوروسيرجن نيورولوجيست وكارديولوجيست رول اوت كارديك اريثميا اللي عملت لي هاي الكارديولوجيست ده لما الايفنت. هجيبه هيطلب مني حاجه كده المفروض اكون عاملها؟ اي سي جي انهي نوع من الاي سي جي؟ كونتينيوس مونيتور اي سي جي اللي هو هو ممكن هولتر مونيتور. مبدئيا 12 ليدز، يس 12 ظهر في ليدز. يس حاجه ظهر ما ظهرش، هو بقى يقول لك اعملي 24 اور اي سي جي او 48.
لكن احنا مبدئيا يس بنعمل ال12 ليدز. طيب يس 12 ظهر في ليدز يس حاجة، ظهر ما ظهرش، هو بقى يقول لك اعملي 24 اور اي سي جي او 48، لكن احنا مبدئيا يس بنعمل ال12 ليدز. طيب الاي سي جي والنيورولوجيست علشان اني اندرلاينج سيجرز او ايبيليبسي حصل لها، والنيورو سيرجي عشان يعمل ريفيو هل في اليمنت اوف تروماتيك برين انجري وسي سباين انجري ولا لا، مظبوط كده. معاك تمام والبيدياتريك اي سي هم اللي هيستضيفوها، والام ار اي، وطبعا فول سيت اوف بلادز علشان نفولو اب الالكترولايت والاسيدوسز والكلام ده كله. هنرجع تاني تقريبا قلت بالمونولوجيست، بدنا البالمونولوجيست يعني كمان ريسبيراتوري تيم. البلمونولوجيست يعمل لنا مانجمنت اوف دراونينج. امال احنا ليه ادينا لا 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 شفتي محاضرة الاي ار دي اس بتاعتنا؟ لا يا جنبي، ما حضرتها يا ريت للأسف. شوية. طيب احنا عاملين محاضرتين عن اللاست ابديتس في المانجمنت اوف اي ار دي اس، هتلاقيهم موجودين على الاي يو بي. احنا اللي بنتحكم في اللونج، البلمونولوجيست بنجيبه فور فولو اب ان ذا فيوتشر، لكن مش في الاكيوت لونج انجري. الاكيوت لونج انجري ده بتاعنا يا دكتوره رجاء. بس شكرا يعني ان انت يعني بتكونسيدر حاجات كتير. تمام. فاحنا قلنا في الانترفنشن دكتوره رجاء قالت انتوبيت وذ كافد اند تريكيال تيوب، وطبعا تاني المانوال مانوفر علشان البنت دي سسبكتد سي سباين. نيورو بروتكشن جولز، هندي 10 مل بر كيلو، وهنكونسيدر الفازو بريسور at some point. انا كاتبه لكم هنا هن insert arterial line مهم جدا للبنت دي. 3% saline, proper sedation, elevate the head of the bed, ventilate end tidal CO2. الاند تايدل ده اللي هو الكم نجرام اللي كتبت لكم عنه، كابنوغرام يس قلت لكم عنه كورس قبل كده، ده مهم جدا في نيورو بروتكشن علشان احنا مش هنستنى بالساعتين والثلاثه والاربعه ما بين كل بلاد جاس عشان السي او 2. هو بيدينا كونتينوس مونيتورنج برقم بيقول لنا ان التيوب ان، بيقول لنا السي او 2 كام، فالتارجت بتاعه من 4.5 ل 5. الدكتوره مروه بتسال على اللينك، الصفحه هي صفحتي اسمها ذا بيدياتريك انتنسيفست وموجوده على الفيسبوك. التارجت تمبريتشر هنا انا اخترت لكم above 35 لان في ديبيت على ال 33. طيب الانفستيجيشن طبعا احنا اخترنا، دكتوره رجاء ما شاء الله قالت كل حاجه، عملنا فول سيت اوف بلوتس و12 ليدز اي سي جي، والبنت دي ممكن كمان تحتاج تروما سيرفي اللي هو سكيليتال سيرفي لو في حاجه سسبكتد يعني. والار اي فيرسس سي تي، الدكتوره رجاء جاوبت وقالت ام ار اي هو هنا بيقترح عليك في الحالات دي تعمل سي كي، علشان الولاد دول لو هم اثناء الغرق كانوا ستراجلينج بيحصل ريليز رابدوميوليسيس فيها بالظبط، وده ممكن ياثر على بأثر على الكدني، بيصير عندهم الكليه. كلير رينال فيلير. بالظبط مظبوط. لا انت ممتازه جدا، انت بورد اردني. نعم بورد طبعا. البورد الاردني حاجه محترمه يعني. طيب يلا يسلم. اللي بعده ريفير تو، طبعا الدكتوره رجاء قالت حاجات اكتر من اللي انا كاتباها اصلا، قالت بيك يو نيورولوجيست ونيورو سيرجن وكارديولوجيست، دول الناس اللي هيبقوا انفولفد في الحاله دي. بعد كده النيورو بروتكشن. انا بشكرك يا دكتوره رجاء وبطلب من اخر فولنتير يبدا أنا معايا. مستعدة، أنا مستعدة، أنا بحب أحكي كثير. انا متشكره جدا ليكي، بس احنا عايزين اكتر عدد من الناس تتكلم معانا. متشكره جدا ليكي. السلام عليكم دكتور الحاج، سامعني؟ اه ما سامعك. اه طيب، في بس أسئلة ما قبل عادش ما فيه كيس نبتدي. سيناريوز، احنا نعمل كويك ريفيو فور ذا نيورو بروتكشن، ما عادش فيه طيب، سيناريوز. هما ثلاثه عاوزين بس كان في كذا سؤال. اتفضل. الصوديوم بايكارب في الحالة دي يتاخد ولا لأ؟ دي طبعا ندي. ندي طيب في الحاله دي ندي. طيب لا انا ما الاند بحبش تايدل الصوديوم بايكارب، وطبعا هو كونترا انديكيتد في مليون حاجه يعني. سمبل جاسترو انترايتس بنعالج بفلويدز، دي كي اي ده كونترا انديكيتد في الدي كي اي بيعمل مشاكل.
انا ما بحبش الصوديوم بايكارب، بس الحاله دي تحديدا لو ما اخدتش صوديوم بايكارب هتخش لنا تاني في الريست. تمام. طيب السؤال الثاني، في الـ end tidal capnography is not available on all ventilators. ده في سؤال. لا مش في الفنتليتور، في المونيتورز. هو بيركب على الفنتليتور سيركت بوصله جانبيه زي الكلوزد ساكشنينج، وبعد كده بيخرج من الكلوزد سيركت دي للمونيتور. وانا باكد ان كل المونيتورز اللي موجوده في كل عناياتنا فيها فتحه لونها اصفر للاند تايدر سي او 2. وبالمناسبه انا جالي كومنتات كتيره جدا من ناس موجودين في للاسف في مستشفيات كتيره في الخليج، وقالوا لي كده يعني حرفيا احنا عندنا الاند تايدل ده ورمينه. هو الفكره ان احنا ما بنعملش براكتس للريسورسز اللي عندنا، ولو هو مش موجود والمونيتور فيه فتحه اند تايدل والسيركت اقدر اوصل عليها اند تايدل بسهوله، اي فني فنتليتور يعرف يوصل الاند تايدل بالسيركت. الاند تايدل بيوصل للسيركت، بيوصل للباجن ماسك، للامب باجنج بيوصل لها وبيديتكت انت بتعمل بروبر اسيستد فنتيليشن ولا لا، وبيوصل للاناسيزيا سيركت. الاند تايدل بيتركب على اي حاجه، احنا بنفتح السيركت وما بنحطه ما بين التيوب وما بين السيركت، هو متصنع انه يدخل ما بينهم الاثنين. فما فيش فنتليتور سيركت ما ينفعش يتركب عليها اند تايب. انت لو فكيت السيركت من التيوب هتلاقيه بيخش في النص هنا. فلو هتسأل هو نوت افيلبل ان يبقى كونكتد لايه، هقول لك راجع المونيتور بتاعك هو في مكان في المونيتور ولا لا، لكن ما فيش حاجه اسمها ملوش علاقه بالفنتليتور، هو بيخش في السيركت. حاجة طيب تانية، مود الفنتليشن ده سؤال برضه. المود أولا يا شباب، هو بس معظم الفنتليتورز اللي موجودة في كل عنايات الأطفال اكشوالي احنا بنشتغل بريشر كنترول، ولو في تعديل حصل فهو حصل في البريشر بي ار في سي، بريشر ريجوليتد فوليوم جارانتي. والحاجة اللي كل الناس فاهمينها غلط ان البي ار في سي هو فوليوم كنترول، الحقيقه ان هو بريشر كنترول بس فوليوم تارجتد. يعني انا بقول له اضمن لي انه يجنريت تارجتد فوليوم. فده الموست ده اكتر حاجه بنستخدمها، وهو بس هو في النهايه بريشر. فاحنا حتى الان شغالين في الاطفال في كل العالم ببريشر، واحنا متخيلين انه فوليوم. احنا ما نشتغلش فوليوم في الاطفال، ده نادر قوي. اللي عنده فوليوم يفرجهولي ويفرجني الشاشه بتاعته عشان هعرفه من الفنتليتور جرافس، لان الجراف بتاعه معروف. لكن انت لو انت شغلت البي ار في سي وانت متخيل انه فوليوم، بص على الويف اللي هي بريشر تايم وانت هتتاكد انه بريشر، لان مش هيبقى فيها بلاتو. فاحنا شغالين بريشر، لو بنعمل تعديل على البريشر ده بنعمل عليه تارجتد فوليوم. فاحنا شغالين بريشر. السؤال اللي بعديه، تمام كده، الأسئلة دي خلصت. دكتور أحمد ممدوح اتفضل تكمل. السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت واضح كده؟ الصوت واضح. انت دكتور احمد، احنا معناش سيناريوز، احنا هنتناقش بس في النيورو بروتكشن دلوقتي. تمام حضرتك عرفنا بنفسك؟ تمام حضرتك عرفنا بنفسك؟ أنا دكتور أحمد ممدوح، طبيب مقيم أطفال، وأنا حاليا في السنة الثالثة من الزمالك. ثالثة زمالة أطفال، ربنا يوفقك. الله يكرم حضرتك. حضرتك بتشتغل في مستشفى إيه؟ أنت مستشفى الأطفال التخصصي بحيرة. مستشفى الأطفال دي في أنهي مدينة؟ في البحيرة، في أبو حمص، اسمها مستشفى دي مسنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إحنا عندنا مستشفى في البحيرة مشهورة قوي على الجروب، دمنهور؟ لا، دي مستشفى أطفال تخصصي. تمام، بس دمنهور جوه البحيرة. جوه البحيرة.
نفس المحافظة. طيب اه أهلا هما اهلا وسهلا زي حضرتك. بتمنى لك التوفيق. الله يكرم حضرتك. طيب دكتور محمد، احنا هنعمل نيورو بروتكشن، تمام. فرأيك في الاير واي في حالة نيورو بروتكشن؟ انت دلوقتي رايح تعمل انتيوبيشن، ايه السبيسيفيك كونسيدريشن فور انتيوبيشن فور نيورو بروتكشن كيس؟ احنا قلناهم بس انا عايزاك تجمعهم. طيب هو احنا دلوقتي هو لو ده سسبكتد سي سباين، المفترض ان انا بعمل حضرتك اللي قلت عليها الباي مانوال فيكسيشن عشان انتيوبيت وقت الانتيوبيشن، يعني تو بيرسون تكنيك. تمام، حلو قوي. الحاجة التانية هو وانس بالنسبة لنا ان هو انتيوبيتد، انا بحاول اخلي النك في نيوترال بوزيشن يعني. بالظبط، بس قبل ده التيوب ايه؟ تيوب من ناحية ايه؟ رفض قرآن. احنا بالسيديشن احنا هندي لو على الشيست، احنا قلنا هنستخدم الكافد تيوب. تمام، على الشيست او حتى على النيورو بروتكشن. نيورو. لو عاملة ليك مش هتبوظ لك السي او 2؟ تبوظ طبعا. طيب يبقى انا دلوقتي هاو تو نيورو بروتكت، نيورو بروتكتد ولانج بروتكت عشان تعمل اي ديسنت ميكانيكال فنتيليشن وتظبط السي او 2 بتاعك، ما ينفعش على انكافد تيوب. فحضرتك قلت لي باي مانوال مانوفر طبعا. هو اتفضل. هو طبعا ده اتس ايمرجنسي، فالمفروض انا بعمل رابيد سيكونس انتيوبيشن. تمام، يبقى كده هنختار كمان الدراج اوف تشويس. احنا هنا هنستخدم الكيتامين. تمام، انت كده غطيت حاجات كتيره جدا. مين اللي بيعمل الانتيوبيشن فور تروماتيك برين انجري؟ هو المفروض الموست اكسبيرينس اللي هو مين في التيم؟ انستيزيا يعني حضرتك قصدك بيدياتريك اي سي يو سينيور ريجسترار او حتى كونسلتنت، وعندك انستيزيا ريجسترار، البرايورتي لمين؟ هو الأنستيزيا أعتقد. أنستيزيا شغلانته يعني، إدي العيش لخبازين. لخباز. أنستيزيا مفيش عليها كلام، مفيش عليها كلام. طيب يبقى الموست إكسبرت كاف دي تيوب باي مانوال مانوفر تو فيكس ذا سي سباين رابيد سيكونس، والرابيد سيكونس فيها حاجتين أساسيين، الدراج أوف تشويس، وفي حاجة في الرابيد سيكونس ما ننساهاش. طبعا كلهم بقى يعني، اول حاجه البريبريشن والبري اوكسجينيشن بنحط فيها ايه اهم قلناها ما ننساهاش عشان الاسبريشن اللي هنا الاوروجاستريك او نوزوجاستريك تيوب. طيب هو احنا بنحط نيزوجاستريك في التروما؟ لا، هنحط اوروجاستريك بقى. تمام، حلو قوي. وانت قلت اوكسجينيشن، في الاوكسجينيشن بنافويد ايه في الولاد دول الرابيد سيكونس عموما؟ هو استخدام الأمبو بصفة عامة يعني، الأمبو باجين كتير علشان مقملش ديستينج طبعا، إلا إذا كان الطفل محتاج بوست بريجر فنتليشن يعني محتاج. طيب تمام، ريسبيراتوري أرست أو أي حاجة. طيب بالظبط، يبقى ده الاير واي. وطبعا هنا الانديكيشنز بتاعته جي سي اس less than 8. طيب أنا بس هقف هنا شوي. الانديكيشن of intubation في traumatic brain injury ما هيش بس GCS less than 8، ده indications كتيرة جدا. احنا بتوع ال ICU اتعلمناها من بتوع الترانسبورت. طبعا في ترانسبورت في الشرق الاوسط فيه، بس للأسف ما هوش speciality او subspeciality، يعني بيقوم بمسعف او دكتور كلفوه قالوا له روح اعمل ترانسبورت، لكن حد سبيشالايزد موجود في اماكن محدده. هنا الترانسبورت ويل استابليشد وعلمونا حاجات كتير من ضمنها ولو جايد لاينز، يعني انت لو كتبت كاتس جايد لاينز فور ترانسبورت اوف تروماتيك برين انجري هتلاقي جايد لاينز مكتوب فيها لما تنقل العيان ده من السين لغايه المستشفى، لما تنقله من مستشفى ديستريكت الميجور تروما سنتر ايه البريكوشنز بتاعته، وهتلاقوا كلام جميل جدا. طيب الانديكيشن اوف انتيوبيشن فور تروما بيشنت مش بس ليزن ايت دي في التروما والنان تروما، يبقى انا كده ما اتعلمتش حاجه جديده. ان تروما بيشنت وانت بتنقله من مستشفى لمستشفى
او من السين للمستشفى لازم تعمل انتيوبيشن. ميجور تروما فور ترانسبورت سيف ترانسبورت از انتيوبيشن، دي موجوده في الجايد لاينز بتوع كل الناس بتوع الترانسبورت في انجلترا كندا امريكا في كل الترانسبورت. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انت وصلت السين ولقيت الولد ده بكونشوس ليفل فور اكزامبل 15 اوت اوف 15 وانت شغال فيه الكونشوس ليفل بتاعه نزل من 15 ل 13 وبعدين نزل من 13 تو 10، ده اسمه deteriorating conscious level، dropping conscious level. ال dropping conscious level الكيرف النازل ده indication for intubation، ده معناه ما تستناش العيان لما يبقى deeply comatosed علشان تركب له تيوب الحقه، لانه الليفل بتاعه dropping. فمن ضمن الانديكيشن dropping conscious level، deteriorating conscious level، dropping GCS اي رقم حتى لو more than 8، ده كمان indication. ثالث indication للطفل ده severe agitation، لان السيفير اجيتيشن انديكيشن لحاجات كتيره جدا. سيفير اجيتيشن معناها ان البرين ده في سيفير انجري، ايا كان بقى تفاصيل الانجري ده ايه. سيفير اجيتيشن يعني سيفير تروماتيك برين انجري، ما تقعدش تحسب هو جي سي اس كام. سيفير اجيتيشن از انديكيشن فور انتيوبيشن. من ضمن الحاجات كمان سيفير بين، اصل انا علشان ادي proper pain killers لعيان traumatic brain injury ممكن يدخل مني في respiratory arrest، فانا ازاي هعمل proper pain control لعيان من غير تيوب؟ مش هينفع. يبقى دي كمان indication of intubation. poor cough or no cough يعني loss of protective airway reflexes هي indication of intubation. الregular respiration زي الولاد اللي عندهم severe chest injury الفلالي chest، دي كمان indication. طيب العيان ده very tachypnic وهو معروف ان traumatic brain injury، طيب ال very tachypnic ال hyperventilating patient ده يعني ال very tachypnic respiratory rate بتاعه 55، ولد adolescent عمره 14 سنة، ده معنى كده ان السي او 2 بتاعه هيحصل له دروب، والدروب ده لما يبقى 20 ولا 18 هيعمل لي برين اسكيميا، لانه هيعمل فازو كونستريكشن للتروماتايزد برين ده، للبلاد فيزلز اوف ذا تروماتايزد برين. فالهايبر فنتيليشن اجينست ذا نيورو بروتكشن وهي انديكيشن اوف انتيوبيشن عشان اتحكم في الريسبيتوري بتاعه باني اعمل له باراليسيس وبروبر فنتيليشن. طيب هايبو فنتيليتنج، عملت له بلاد جاس ولقيت الرقم السي او 2 عالي قوي، ده هيزود لي الانتراكرينيال بريشر، ده كمان انديكيشن فور انتيوبيشن. هايبر فنتيليشن او هايبو فنتيليشن او هايبوكسي، خلاص انا عاوز اعمل له ميكانيكال فنتيليشن، يبقى كل دي انديكيشنز. وطبعا احنا زي ما اتفقنا يوزنج ا كاف تيوب. تاني سؤال بريثنج يا دكتور أحمد، أيوة مع حضرتك، إيه الـ ventilatory goals في عيان traumatic brain injury؟ هو طبعا إحنا بالنسبة لنا هو إحنا محتاجين الـ oxygen saturation يكون يعني فوق الـ 97 أو 98، تمام حلو قوي، ده عشان neuro protection يعني avoid the hypoxia. تحب الـ PaO2 يكون كم؟ الـ PaO2 لو blood gas أو arterial، لو ارتيريال انا مش متذكر الرقم صراحه. على شفت رقم الساتوريشن 97 ده، اهو البلاد جاس هو كمان بي اي او 2 ساب اكتر من 97. سهله تمام، طيب. سهله كده تمام. بالنسبه لل لو هبص على البلاد جاس برضو بتاعه ال سي او 2 انا هافويد برضو الهايبوكابنيا والهايبركابنيا، يعني هيكون اراوند 35. حلو قوي، يعني نورمال ولا لو نورمال؟ هو لا من 35 ل 45، فكده اقول عليه لو نورمال. لو انا لو قلت لك اني هخليه 43 ده اكسبتد؟ ما هو نورمال 43 نورمال اب تو 45. لا هو
اه بالظبط. لا احنا عايزينه يعني، انا كنت اعرف الرقم من 30 ل 35، ده الرقم اللي انا اعرفه يعني. 35 ل 40. اه تمام. طب لو انا مركبه اند تايتل احب الرقم يكون كام؟ رقم سهل قوي، آه، أربعة أربعة ونص. 2.5 تو 5. آه تمام. تمام. طيب اوكي، يبقى احنا قلنا الاند تايتل والسي او 2 والاكسجينيشن والبلاد جاس. تمام. بي اي او 2 مور ذان 13، ده البي اي او 2 ده الرقم ده بالكيلو باسكال، الرقم ده بالملي متر مركري 97 وبالساتوريشن 97%. بي اي سو 2 فروم 4.5 تو 5 ده اللي هو بيوازي 33 34 اب تو 40. طبعا احنا بنريكومند الاند تايدل، والاند تايدل ده حته بلاستيكه يعني سعرها مش غالي وموجودة، احنا اللي ما بنطلبهاش احنا، بس ما بنشتغلش بيها، ما بنعملش عليها براكتس، لكن هي مش معجزة، هي موجودة في الدنيا بحالها. احنا مش هنستنى زي ما قلت قبل كده ان انا every 4 hours blood gas every 2 hours، احنا عايزين continuous tracing of the CO2، لان CO2 ده هو اللي بيكونترول السيريبرال سيركيوليشن. لو CO2 معناها فازو كونستريكشن، هاي CO2 معناها فازو دايلاتيشن، واحنا مش عايزين اي حاجه من دي. دكتور محمد، سيركيولاتوري هتعمل ايه؟ دكتور احمد السيركولاتري، وبالنسبه طبعا انا لازم احافظ على العيان ده نورمو تنسف عشان البرين برفيوجن او البلاد بريشر بتاعي يكون ناحيه الابر نورمال. ممتاز ممتاز. ابر نورمال، في كده سنتايل، هو في اه في سنتايل بتاعتنا، وفي اللي احنا بنشوف على السلم. نعم، أنا هي سنتايل تبقى فوق، above the 50, above the 75, above the 90. 90 سنتايل. تمام، يعني على الـ high high very high normal، يعني على آخر الـ high normal for age. طب لو في رقم mean arterial blood pressure أو systolic blood pressure، تقدر تديني رقم ما ينفعش أنزل عنه؟ هو على حسب الـ age بتاع البنت دي؟ على حسب، والله في البيدياتريك age group، أي بنت، أي بيدياتريك. المين الماب يعني، هو في الاتش ده يعني المفروض ما نزلش عن 90 يعني. ماب ولا سيستوليك؟ لا سيستوليك طبعا. تمام. البنت دي كان عمرها كام سنه؟ انهي بنت؟ احنا قلنا ثلاث حالات يا دكتور محمد، كلهم محتاجين يورو بروتكشن. هو انا اخر حد بالنسبه لي كان البنوته اللي هي اللي عندها 12 او 14 سنه. 12 ل 14. تمام. طيب كان عندها 14 اخر بنت. ال 14 90 ده قليل قوي بالنسبه لها. يبقى زي الادلت بقى يعني، خلينا على 120 او حاجه او 125. طيب هو انا اللي بيتحكم فيا التارجت بتاعي السيركيوليشن دي هدفها بادي سيركيوليشن ولا سريبر؟ اي سي بي، الاي سي بي، الاي سي بي هيأثر فيها، بس انا ايه التارجت بتاعي؟ السريبرال برفيوجن بريشر. تمام. السريبرال برفيوجن بريشر المفروض ما ينزلش عن كام في تروماتيك برين انجري؟ رقم مشهور قوي، 140 ولا رقم ده عالي قوي. انا مش متذكره بصراحه. المفروض ما ينزلش عن 60، والرقم ده ما ينفعش ننساه. تمام. سيريبرال برفيوجن بريشر ما ينزلش عن 60. طب هو السيريبرال برفيوجن بريشر ده له معادله، انت قلتهم الوقت واحد فيهم بنطرحهم الثاني، مين الـ مين الـ 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 المين المين ماينس الاي سي بي. تمام. انا هقول لك ان الولاد دول بيبقوا ريلاتيفلي هاي اي سي بي، وهنأسيوم انه 20، وانت عايز السي بي بي يبقى 60، فالماب هيبقى كام؟ كام ناقص كام؟ معلش ارقام الدكتوره. انا عايزه تارجت سي بي بي 60، واحنا هنأسيوم ان الولاد دول عندهم انتراكرانيال بريشر 20، فانت عايز الماب يبقى كام؟ تروح منه 20 يطلع 60، مجموعهم بقى يبقى 80. 80 مين ارتيريال بريشر 80،
يبقى انت حليتها اهو. يبقى ايه التارجت ماب ان ا تروماتيك برين انجري كيس؟ 80 80 تمام. انت جبناها ازاي؟ نعم فهمت جبناها ازاي؟ فهمت. طب قول لي المعادله. المعادله السي سي بي بيساوي الماب ماينس الاي سي بي. السي بي بي سيريبرال برفيوجن بريشر ايكوال ذا ماب ماينس ذا اي سي بي. واحنا اسيومنج ان الولاد دول بيجولنا في هاي اي سي بي 20 مثلا اللي هو الماكسيمم اكسبتد هاي اي سي بي. طرحنا الاي سي بي ده واحنا التارجتد سيريبرال برفيوجن بريشر 60. من هنا جه رقم ان الماب 80 والماب 80 ده اولموست ادلت ماب. علشان كده بنقول ان انت لازم تو كيب ذا بلاد بريشر ات ذا هايست نورمال فور ايج. تمام. طيب المونيتورنج في السيركيوليشن اعمل مونيتورنج للبلاد بريشر بايه؟ افضل كل شويه احط الكاف وانفخ في الكف كل نص ساعة كل. حضرتك تقصدي حاجة invasive يعني؟ ايه ال invasive monitoring لل blood pressure؟ اللي هو الكاس يعني؟ حاجة سهلة خالص. arterial line؟ arterial line ده وله line ولا حاجة. وحتة كانولة بنحطها في الراديال وبنوصلها بالمونيتور بيديني continuous arterial tracing. يبقى انا عندي two monitoring tools مهمين هنا في النيورو مونيتورينج. قلناهم يا دكتور محمد هما ايه؟ واحد للسي او 2 والتاني للسيركيوليشن للبلاد بريشر. يبقى الانفيزيف ارتيريال بلاد بريشر الارتيريال لاين والتاني فور ذا سي اللي هو الانسايد الفولي اللي هو الكابنوجرام. كابنوجرام نشوف بقى اجابتك. منتين دي الإجابة المكتوبة يعني maintain the arterial blood the mean arterial blood pressure اللي هو الماب more than 80. وطبعا لو نزل مننا ما نقعدش نغرق عيان traumatic brain injury the fluid. لو وقع مننا نبدأ vasopressor. use the invasive arterial monitoring وقلنا الفازوبريسور. disability نعمل ايه لعيان neuroprotection في CNS؟ هو اول حاجه بالنسبه للهيد بوزيشن بتاعنا المفروض نكون في 30 درجه. تمام. الحاجه الثانيه 30 ديجري. هيد اوف بيت. تمام. الحاجه الثانيه احنا طبعا محتاجين احنا نعمل جود سيديشن كده وتتعوج شمال ورايحه جايه ولا احطها تبقى نيوترال بوزيشن. تمام كمل. الحاجه الثانيه احنا محتاجين طبعا جود سيديشن وجود انالجيزيا. يبقى proper sedation. ممكن احتاج للولد ده muscle relaxant. طبعا احنا مش عايزين يبقى معاه fighting على ال straining على التيوب. لو straining ولو shivering. تمام. طيب بس muscle relaxant دي take care علشان تديها انت بترفع doses of sedation لانك يعني you shouldn't paralyze unsedated patient وإلا انت كده بتعمله torture بالظبط. طيب يبقى احنا قلنا السيديشن والانالجيزيا وقلنا الاليفيشن اوف ذا هيد اوف ذا بيد نيوترال بوزيشن. ايه كمان احنا بنشوف برضو الراندوم بلاد شوجر بتاعه. يعني انت محتاجه ايه؟ هو برضو محتاجه يعني ما يزيدش عن 180 تقريبا وما يقلش عن 120. يعني نورموجلايسيميا. نورموجلايسيميا يعني افويد هايبو اور هايبرجلايسيميا. بالظبط. احنا برضو في اول يعني في اول 48 ساعه 24 ساعه الاطفال دول احيانا بنمشيهم على ايزوتونيك على كريستالويد وذاوت ان جلوكوز لغايه الا لو الجلوكوز بتاعه وقع. انت شفت تاني محاضره تروما اللي فاتت؟ للامانه لا. اوكي بس احنا قلنا الكلام ده في تاني محاضره تروما. تمام. هو بس انا باكد ان تاني محاضره تروما دي انا سمعتها وانا بعمل preparation للتلات حالات دول. انا بقول لكم عن نفسي انا مش هعمل حاجه كده. انا مش عارفه انا جبت صبري منين اني جمعت كل الريسورسز دي وقلت جاشوف يعني معلومات وجايد لاينز في محاضره واحده. فانا برضو بنصح بتاني محاضره عشان هي دي الاكشوال مانجمنت. اول محاضره كانت مجرد
awareness. وللأسف كل الناس شافوا أول محاضرة زي ما بيعملوا معايا، ودايما التانية بتبقى dropped. التانية دايما أهم عندي، أهم بالنسبة لكم. طيب ممكن هو في حاجه كمان برضو في الديسابيليتي، هو احنا احيانا الاي سي بي برضو عشان بيبقى مش متاح عندنا ان احنا نعمله انه انزيف انفيزيف وكده، فنستعيد ان احنا بنشوف الصوديوم بتاعنا ترند اخباره ايه. الصوديوم بتاعك التارجت بتاعه كام؟ هو احنا بالنسبه لنا بنخليه من 145 ل 155. عالي قوي ال 155 كده تو ذا هايبرناتريميك سايد، ووارد جدا انه يطلع منك وتلاقيه بقى 160. يعني هو الاجريد تارجت يونيفرسال بين 145 تو 150، لكن بصراحه 155 140 ل 150 يعني. يعني بس 155 دي عاليه قوي يا دكتور احمد. تمام، يعني خلي بالك منها عشان بيبقى في تندنسي انها تزيد اكتر وتعمل مشكله. تمام، يبقى انت قلت التارجت سوديوم، ايه كمان؟ التارجت كمان بحاول افكر اخبار التمبريتشر ايه. طبعا هو انا افويد طبعا بالنسبه لنا الهايبر ثيرمي، يعني هو اصلا في دماغي برضو السيناريو بتاع البنت الدراون يعني. لا طبعا يعني اخليه فوق الـ زي اصلا في السيناريو في دماغي البنت اللي هي اللي كانت لا احنا الوقت بنتكلم بصفه عامه. في كل الحالات افويد طبعا الهايبوثيرميا والهايبر ثيرمي، يعني افويد يعني نورمال، خليها نورمو تنسي طبعا. أبوف 35 دي حاله دراون. بالظبط، احنا هنا في حالات العاديه. احنا كده افويد هايبو هايبرثيرميا، افويد ايه كمان؟ هايبو هايبر في برضو والسيجرز طبعا. تمام، هايبو هايبر كابنيا، هايبوكسيا، كل الحاجات دي عاوز تتصلح مش كده؟ والسيجرز كمان لو موجوده. تريات سيجرز، برافو عليك، تريات سيجرز. طيب حلو، طب لو طلع مننا هاي اي سي بي نعمله ايه؟ هاي اي سي بي المفروض انا بدي حاجات بقى تنزل برين دايهيدريتك ميجرز زي الهايبر. لا اتفضل. دلوقتي ولد اهو بعمل له نيورو بروتكشن وراح داخل مني في هاي انتركرينيال بريشر، ايه اول ستيب بعمله؟ بعمل هايبر فنتريشن. قبل الهايبر فنتريشن، هل انت عملت اتاكدت ان كل النيورو بروتكشن مظبوط؟ مش جايز الولد ده صحي وعمال يكح. تمام، جود سيديشن يعني. يبقى اول حاجه بنعملها اوبتمايزد ذا نيورو بروتكتيف ميجر. تمام، تعدي عليه كده. الولد ده مش جايز عنده كونستيبيشن وعامل له سيفير ابدومينال بين ومزد منك، تدي له موفيكول يقوم منزل له الاي سي بي. او مع يورين ريتينشن مثلا، يوجينيك بلادر، ومحتاج هو متركب له اسطره. هو المفروض متركب له طبعا، متركب له اسطره الا لو هي بلوكت. تمام. طيب مش جايز في حاجه بينفول وانت مش شايفها، اتاكد في بروبر سيديشن ولا مفيش بروبر سيديشن. تمام، مش جايز. انت مش بتستخدم الاند تايدل كابنوجرام والسي او 2 عالي منك، ومحتاج انك تو اوبتمايز مش هايبر فنتيليشن. تظبط السي او 2، مفيش جهاز اتعملت ولا كابنوجرام. يبقى اول حاجه في الهاي انتركرينيال بريشر مانجمنت اوبتمايز ذا نيورو بروتكشن. راجع نفسك، راجع كل اللي قلناه، امشي اير واي بريثنج سيركيوليشن ديسبيليتي. في هايبوكسيا او في ارفع الاكسجين، في هايبر كابنيا او في ازود الريت اوصل لنورمو كابنيا، في هايبوتنشن او في ابدا فازوبريسور، في بين او في البين ده بيتعالج ببين كيلر ولا يتعالج بحاجه تانية. عنده عظمه مكسوره ودكتور العظم مش عاوز يصلحها دلوقتي، اديله بقى حاجات قويه، اديله بولس كيتامين، اديله واتيفر. علشان ساعات بندي ثايوبنتال، بس ثايوبنتال ده بتبقى اخر حاجه. طيب اديله بروبر بين كيلر لو عنده مثلا انجري ولسه ما تصلحش. طب لو البين ده بسبب ريتينشن ولا كونستيبيشن، اديله ببساطه خالص سابوزاتوري او موفيكول. يعني الموفيكول ده ممكن يكون علاج لسبايك اوف هاي اي سي بي.
لو انت missing the constipation، والولاد دول بيخشوا في constipation ببساطة. طيب عالجنا البين، زبطنا كل حاجة، بعد ما زبطنا كل حاجة ما تصلحش قد ايه بقى؟ 3% صلاحي. اول حاجة بالمناسبة الـ optimization of neuroprotection ده بياخدش 5 دقايق، يعني مش هنقعد فيه ساعتين. The spike of high ICP يعني ممكن يكون brain permeation، فأنا بكون quick، بعدي عليهم quick ABC وبعمل رول اوت لكل حاجة. عملت رول اوت تبقى الممرضة اصلا الـ 3% saline في ايديها اصلا side by side. فأنا الوقتي اديت 3% saline وهو ستيل. اعمل حاجة سهلة خالص، اليفيت ذا هيد اوف ذا بيد. طيب الهايبر فنتيليشن دي يا دكتور احمد ما تقلقش في حاجة. الهايبر فنتيليشن اللي انت عمال تقول عليها هي دي هتعمل هايبوكابنيا وهتقلل البرفيوجن، هتعمل فازوكونستريكشن، هتقلل البرفيوجن للبرين. كلمة هتقلل البرفيوجن دي بالنسبة لي كانتنسيفست بتساوي ايه؟ هايبوكسيا، برين هايبوكسيا، برين برفيوجن اللي انا من الصبح عماله اظبط فيه. سكندري برين انجري، هتعمل لي اسكيميا. اسكيميا، طب يا فرحتي نزلت الاي سي بي والعيان دخل في اسكيميا، يبقى الهايبر فنتليشن دي خطيره جدا. انت ممكن تلجا لها بس الخمس دقائق مش لساعه ولا نص ساعه. لو في امبندنج هرنيشن مثلا، برين هرنيشن او كده، بس ما ينفعش اسيبه هايبر فنتليتد خالص. بالظبط، تارجت سي او 2. اوكي، الهايبر فنتليشن دي اسوأ حاجه ينزل بيها الانتركرينيال بريشر، اسوأ حاجه. وده انا بقوله لكم يعني من 10 سنين بشتغل فيهم تروما. اسوأ حاجه بنعمل بيهم مانجمنت اوف هاي اي سي بي هي الهايبر فنتليشن، لانك بتنزل البريشر على حساب البرفيوجن، والبرفيوجن يعني اسكيميا، يعني هيخرج منك بموربيديتي. طيب احنا اتكلمنا في 3% saline واوبتمايزيشن اوف نيورو بروتكشن واليفيشن اوف ذا هيد اوف ذا بيد. يعني انا في مره الاي سي بي طلع ولقيت البنت منزله عامله البيد فلات وسايباه فلات مثلا لمده ساعه. هو ليه فلات كده؟ اكيد كنت بحميه. طب يا بنتي مش خلصنا الكير، ارفعي الهيد اوف ذا بيد. اول ما رفعتها الاي سي بي نزل ببساطه، يعني في سامبل ميجرز بتنزله حقيقي. طيب عملنا كل ده طيب مش ممكن يكون الاي سي بي ده سيجرز بس نون كلينيكال؟ نون كونفالسيف ستيتس، اللي هي النون كلينيكال. طيب ينفع نديله انتي كونفالسنت؟ نعم. نخسر حاجه؟ لا ده طيب يبقى في رول اوف انتي كونفالسنت في الهاي اي سي بي. انا ده كله في عيان انا بعمل له مانجمنت عمياني، لكن انا طبعا لو عندي اي سي بي بولت هطلع منها اي جي مونيتورنج، لو عندي اي جي مونيتورنج كونتينوس هيقول لي، لكن انا ما عنديش يبقى ادخل بكل اسلحتي. ايه الدراج اللي تديه في الحاله دي؟ والليفتراسيتام، الكبرة دي في كل حاجة في البيدياتريك. طبعا احنا ما كناش بندي انتي كونفالسنت الا لما نشوف السيجرز بعينينا زمان. انا بشتغل من قبل ما الكبرة تطلع وما كانش عندنا الا الفينيتوين، وكان النيوروسيرجون يجي يتخانق معانا لما يشوفنا مديين فينيتوين. انت شفتي الكونفالشنز بعينك؟ طب انا مش لازم اشوفه بعيني، ممكن يكون بارالايزد وما اشوفوش والباراليسز عامل له ماسكينج. من يوم ما الكبرة ظهرت ودي كبرة ظهرت واحنا بقينا ايدينا فرطه في احنا اقول لحضرتك يعني نيورو سيرجري عندنا كل الحالات التروماتيك برين انجري بيدخلوا لها تراتام نيورو بروتكتيف كريكومنديشن. تمام، بنعمل تمام. طيب بس وقت ما يبقى فيه سسبكتد سيجر ديسبايت ان هو على مينتيننس اديله كمان، بس انا هو اوريدي على كبره، انا في سسبكتد سيجر، اخر حاجه بلجا لها ايه بقى؟ توقف لي السيجر، توقف لي وتنزل لي الاي سي بي دراج اوف تشويس. الماريتول ولا حاجه ولا لا؟ انا ما بتكلمش في دي هايدريشن. في اكانت كونفالزن
انتي كونفلسنت وسيديشن وحاجه بتغطي لي كل حاجه. الميدازولام والثايوبنتال فيوجن الثايوبنتال ده اخر حاجه في الميديكيشنز. عملت كل ده وستيل هاي اي سي بي. هنا المفروض اكلم مين بقى؟ اكلم النيورو سيرجي بقى. لو كويس البي سي لا ما اعرفش عندي بي فين الاوبريتنج روم يعني. هو ايه اللي يخليه في persistent high ICP despite of all neuroprotection evolving new bleeding. بالظبط automatic break bleeding. أيوة. bleeding. يبقى نازل لازم انزل بيه فين الoperating room CT. CT تمام to rule out evolving new bleeding. دي حاجة مهمة جدا. وانزل السيتي وانا ايدي عمالة اديله 3% سلايم وعمالة اديله ثايوبنتال. ولو اديت 3% في 3% في 3% ونون ريسبونسيف ساعتها يا دكتور احمد هدي الميتول اللي انت من الصبح عمال تتكلم عنه. الميتول اخر حاجة. تمام. طيب يبقى احنا كده قلنا نيورو بروتكشن في الديسابيليتي اند مانجمنت اوف هاي اي سي. والحقيقة أنت عملت معنا مجهود جامد جدا. إحنا كاتبين إيه هنا؟ كاتبين head of the bed elevation proper analgesia target CPP above 60. وقلنا إزاي نحسبه لو ما عندناش ICP bolt target sodium more than 145 avoid hypoglycemia maintain normothermia create seizure and manage the high ICP. قلنا هنعمله إزاي. طيب آخر سلايد دكتور احمد انت شايف ايه في السلايد دي؟ دي السلايد اللي قبل ما نعلن الحداد على الصفحه بتاعتنا. كانت هي دي السلايد بتاعت صفحتنا. اقرا لي كده ايه الحاجات الدكتوره اللي بتسال لو مش متاح. لو مش متاح 3% سلايد دكتور تبقى مش مستشفى. يعني المستشفى اللي ما جابتش 3% سلايد دي المفروض نقفل. يعني انا ما عنديش رد غير كده بصراحه. طيب دكتور احمد قول لي المويتور ده انت قاري عليه ايه؟ هو اول حاجه الهارت ريت من الاي سي جي ومن من البلس الاثنين يعني تقريبا 112 113. انا مش عايزك تعمل اناليسز. انا عايزك تقول لي ايه اللي ظاهر على المويتور ده. اول حاجه اللي فوق ده يعني حضرتك توصي مثلا الاول ده اي سي جي ولا ثاني واحد؟ تمام. ده الاكسجين ساتوريشن. اكسجين ساتوريشن ثالث واحد البلاد بريشر والمين هو بين قوسين. قايسينه بايه؟ انا مش ده كونتينوس مش كده؟ بالظبط. يعني انفيزيف. انفيزيف ارتيريال مونيتورنج اللي هو ما ينفعش نشتغل نيورو بروتكشن من غير حته كانيولا في الراديال. بتعملوها ولا بتعملوهاش في المستشفى التخصصي؟ لا والله ما عندهاش. عندكم حالات نيورو سيرجري؟ احيانا. ما ينفعش الكلام ده يا دكتور احمد. لازم نغير البراكتس. تمام. رابع واحده هو ده الريسبيريشن اللي هو 48 12 ده اي سي بي مونيتورنج بولت يا دكتور احمد. تمام انا ساعدتك فيها. اللي بعدها 4.2 ده الكابنوجرافي كابنوجرام. والرقم 4 احب قوي الرقم 4 كل ما اشوفه ابقى مرتاحه كده. تمام. طيب تحتها 18 ده ريسبيريتور. ده ريسبيريتور. اقرا لي الحاجات اللي على الجنب. ال 48 ده ايه مكتوب عليه؟ ما انا مش شيء بصراحه. سي بي بي. سي بي بي ده محسوب هو طارح الماب اللي هو 60 اللي بالاحمر ده ماينس الاي سي بي اللي هو 12 فطلع 48 which is low. عشان كده العيان ده كان محتاج intervention at this point. بس انا كان ايه هدفي من السلايد دي؟ ليه انا بحبها وليه انا اخترتها انها تكون عنوان الجروب بتاعنا؟ علشان الـ ideal neuro monitoring لازم يبقى كده. لازم يبقى كده. لازم تكون عامل invasive arterial blood pressure monitoring بالاحمر ده. ولازم تكون depending أو relying on end-tidal CO2 for CO2 monitor. مش هاخد blood gas كل خمس دقايق. لازم يكون continuous. فعشان كده لازم نستخدم الكابنوجرام. طيب أنا عندي سؤال بس دكتور بس حاجة خلاص خلاص. طيب الحاجات دي لقيتها عملتها وعندي ICP call خير وبركة الميدال الرقم ده. ما عنديش مش مشكلة
هقعد اسيوم ان السي بي تي رقم زي ما عملنا وهنشوف. قول لي بقى لو ما عنديش اي سي بي بولت وما عنديش كابنوجرام وما عنديش انفيسيف ارتيريال مونيتورنج هعمل نيورو بروتكشن يا دكتور احمد؟ لا هبقى عمياني. بتقول ايه؟ هيبقى عمياني بالنسبه لي. نبقى بنهزر. يبقى العيان ده احنا بنكتشف انه دخل في انتراكرانيال هيموريدج وهرنييشن ومات بعد ما يموت. بنهزر. طيب ايه اللي صعب شويه بتحكم فيه الجراح وامكانيات المستشفى؟ الاي سي بي بولت. لكن ما حدش يعني لا في مصر ولا في اي دوله عربيه يقول لي انا مش قادر اركب كانيولا في الريديا عشان اعمل ارتيريال مونيتورنج، انا مش عارف اوصل الكابنوجرام بالسيركت، ما تجيب هات الفني، الدكتور اللي سأل هات الفني يقول لك الكابنوجرام ده بيوصل بكل حاجه، ده حته بلاستيك ما فيش اسهل منها. فانا لو ما عنديش المونيتور ده انا ما بعملش نيورو بروتكشن. هعفيك من حاجه واحده هي الاي سي بي بولت، بس من غير الانفيسيف ارتيريال ومن غير الاند تايدل انا ما بعملش نيورو بروتكشن. احنا بنهزر، احنا بنضيع حياه العيانين ونخرجهم من عندنا بموربيديتي. طيب احنا بنعرف من الاي سي بي بولت حاجات كتيره جدا، احنا اتكلمنا عنها في تاني محاضره، برضو تاني محاضره تروما هي اهم محاضره فيها البيزك اوف مانجمنت اوف بولي تروما انكلودنج ذا كاتاستروفيك بليدنج من الاول السي اللي بدانا بيها لغايه ما عملنا نيورو بروتكشن. الحاجات دي كلها اتقالت فيها المحاضره المهجوره واللي انا تعبت فيها تعب ومش هقوله تاني، يعني انا مش ما عنديش وقت اصلا اني اكرر الكلام تاني. احنا قلناه هنا في صوره كيس سيناريوز بمناسبه الكيس سيناريوز، الدكاترة اللي بيسألوا عن المحاضرات، المحاضرات كلها موجودة في الاي يو بي، لو كتبتوا اسمي رحاب رجب بس كده حتى مش ثلاثي، رحاب رجب هيظهر كل المحاضرات، جزء أول وتاني تروما، الجزء التاني هو الأهم، جزء أول وتاني وتالت إميرجنسي، أنت مش هتبقى كونفيدنت وأنت نازل الطوارئ وأنت شايف جزء وجزء لأ، لأنه ببساطة هما الحالات متوزعة. الشوك اتقالت على مرتين والتروما اتقالت في ثالث مرة، فانت لو شفت الاوانية وسبت واحدة من الاثنين التانيين تنقصك حاجة. الباليك 2 اللي هو اللاست ابديت اوف اي ار دي اس معمولة في جزئين، واللي ما شافش الجزئين وهيبدا بالتاني لان التاني فيه المانجمنت. الجزء الاولاني كان انتر اكتيف بالمونولوجي، محاضرة بالمونولوجي مينلي. ايه تاني؟ قلنا تروما وقلنا بالك وقلنا ايمرجنسي، هي دي المحاضرات اللي موجوده لغايه كلها على الاي يو بي. لو دخلت على اليوتيوب اصلا وكتبت رحاب رجب هيظهروا كلهم ورا بعض. دكتور احمد ممدوح انا بتمنى لك التوفيق في امتحان الزميله بتاعك باذن الله، وان شاء الله بعد امتحان الزماله تكمل السب سبيشاليتي اللي انت بتحبها ان شاء الله. كمل معانا لو هتكمل اي سي يو لو عايز يعني، واصلا حتى لو هتشتغل جنرال بيديا هيشيلوك اي سي يو في اي حته. فانا بتمنى لك التوفيق في امتحان الجزء. انت كده باقي لك كلينيكال صح؟ لا لسه فاضل السكند والثيرد. طب ربنا يوفقك في الاثنين يا رب باذن الله، بالتوفيق في الامتحانات وفي التدريب، وموفق في حياتك باذن الله. الله يكرمك. كان عندي بس سؤال بسيط. اتفضل. بالنسبه للاي الترا ساوند اللي هو الاوبتيك شير اوبتيك نيرف شيز دايمتر ده، هل ده يعني ابلايد ولا ما؟ احنا بنعملوش وما عنديش اي خبره فيه. تمام. زميلي من تركيا مره قعد يحكي لي عنه وانا كنت يعني بس انا ما استخدمتوش لا في مصر ولا في السعوديه ولا في تركيا. تمام. هي حاجه فانسي كده، هي سهله. ايوه هي سهله بس هي بالنسبه لي فانسي يعني. واكبر يعني استشاريين التروما اللي اشتغلت معاهم ما لا بيعملوه ويسمعوا عنه زي. تمام. فمش هقدر اجاوبك عنه. خلاص ماشي. شكرا لحضرتك. هي اسئله تانية؟ شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. امين. اي اسئله تانية يا دكاتره؟
طب انا هديكوا دقيقتين. جزاكم وإياكم. دكتور حاتم. أيوة يا أمير. يا دكتور عمرو بي أنا صوتك بيقطع يا أمير، أنا مش سامعاك. في حاجة ظهرت في الكيو إن إيه فوق هنا، بس أنا مش قادرة أوصل لها. لأ شفتها الأسئلة. طيب الأسئلة مكتوبة إيه؟ بس أنا مش عارفة. بيرميسيف هايبر كابنيا، بيرميسيف هايبو كابنيا كونترا إنديكيتد، لأن البيرميسيف هايبو كابنيا يعني السي أو 2 قليل، يعني البرفيوجن قليل. واحنا شفنا حالات زمان، لما يعني زمان قبل ما علم التروما يعني ويبقى فيه ابديتس ويبقى ويل استابليشد، انا بشتغل تروما من 10 سنين، انا بدات تروما مع ناس بيعملوا بيرميسيف هايبر كابنيا واستلمت منهم عيانين بكومبليكيتد انفاركشن ما كانش موجود اون ادمشن وكومبليكيتد اسكيميا. فاحنا ما بنعملش بيرميسيف هايبر كابنيا. اللي كاتب اندي تايدل مش عارفة اندي تايدل يعني ايه. لينك المحاضرتين انا اتكلمت عنه. الكونشوس سيديشن هي السيديشن اللي بنعملها العيان صاحي مش نايم، بنعمل له بروبر انالفيسيا من غير ما نعمل له تخدير. والكونشوس سيديشن دي بتبقى في عيان نوت انتيوبيتد، بس ده مش معناه ان احنا بنكون ستاند باي فور بوسيبل انتيوبيشن. بنعملها في البروسيجرز البسيطه زي اللامبر بانكشر مثلا، لو العيان خايف او قلقان او عنده فيلد لامبر بانكشر، يعني بنعملها في السيمبل بروسيجر. الفرق بين الكونشوس سيديشن وباقي السيديشن ان الكونشوس سيديشن without التيوب وباقي السيديشن with التيوب. Impending brain herniation دي كانت إجابة. Intubation GCS 10 هي ال intubation. احنا قلنا ال indication هي مش مجرد GCS، لكن لو احنا relying on GCS in traumatic brain هيبقى GCS less than 9. هم زودوها يعني قللوا threshold of intubation. الجروب لينك احنا اسمنا the pediatric intensivist، ده اسم الجروب بتاعنا، لو كتبتوه هتلاقوه. جروب الواتس على نفس الاسم، جروب الواتس الاولاني مليان، التاني لسه فاضي. ليه لازم ندي 100% اكسجين لاي طفل ديستريسد؟ راجعي اول محاضره ايمرجنسي كتبنا فيه، قلنا فيها ان احنا بندي هاي فلو فور هاي ورك اوف بريثنج، وبندي 100% for the low saturated patient. فعلشان to cover any critically ill patient احنا بندي 100% high flow. واحد فيهم بيغطي saturation والتاني بيغطي work of breathing اللي هو high flow either or، بس احنا بنفضل الاثنين مع بعض. ال source of oxygen اللي بيدي high flow بيبقى في نفس الوقت delivering around 100%، فانت بتقدريش تفصليهم عن بعض. ده اخر سؤال ظهر لي، ومش ظهر لي اسئلة تانية. يا دكتور علي صوتك يا امير لو سمحت. دكتور عمرو بيسأل can you please repeat hypo and the hypercapnia and cerebral perfusion. الhypercapnia اللي هي الhigh CO2 بتعمل cerebral vasodilatation، فالcerebral vasodilatation هتزود لي الانتراكرينيال بريشر، بنقول عليها برين ايديم. والهايبوكابنيا بتعمل سيفير سيريبرال فازوكونستريكشن للسيريبرال سيركيوليشن، فده هتعمل برين اسكيميا. علشان كده التارجت سي او 2 بتاعنا از نورموكابنيا، وقلنا لو نورمال نوت نورمال. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا. طيب احنا كده خلصنا كل الاسئله، كده خلصنا كل الامرجنسي. والتروما كانت شامله ثلاث انواع تروما، منهم نوعين احنا ما كناش اوير بيهم،
او نون اكسيدنتال واكسيدنتال ودراونينج وكل الشوك قلناها واريزميا قلنا برادي اند تاكي اريزميا قلنا ريسبيتوري كيسز زي السيفير ازمه فبتقلي كده احنا غطينا يعني على الاقل سامبل فروم افري كيس. شكرا جزيلا يا دكتور صحيح، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.